ما هذا الذي تفعله؟ لا لا. ايش هذا؟ قاعدين كده من دون لا كرافيتا ولا جاكيت وماخدين راحتكم على الاخير. موضة الف ري خميس رائعة، الشخص يكون حرا ويرتدي ما يريد حتى ولو ليوم واحد. فري خميس يهو، خذي دي وانت كمان. ما الذي يحدث في شركتي اليوم؟ ما تتكلمش كثير يا سيادة المدير، علشان النهاردة الفري خميس، خده وده كمان. ماذا تفعل يا مجنون؟ النهاردة الفري خميس، ده معناه أننا أحرار في كل حاجة. ماذا تقول؟ يوم الفري أنت حر في ثيابك فقط، أكيد لست حر في تصرفاتك الغريبة تلك، أنت مرفوض. أنا فهمت غلط جدا يا سيادة المدير، أصلي كلمة حرية دي طلع عليها معاني كتير جدا. موظف غريب جدا. المهم، تكعيبية. أفندم، أحدثك عن التيشيرت، يبدو أنك تفهم في الرسم. رسومات إيش؟ هذا يعني التيشيرت عشانهم في البيت. يسعدني أن أجد في فريقي من يفهم ويقدر الفن، لذا اسمعني جيدا، سيقام مزاد لبيع لوحات فنية لأشهر فنانين العالم في متحف الفنون. برافو. ولأني مشغول اليوم، ما رأيك لو أعطيتك أموالا كثيرة لتذهب بنفسك وتشتري لي بعض اللوحات على ذوقك؟ ها؟ موافق؟ أنا ترى يعني ممتاز. إذن هيا إلى عملك. ما الذي ترتديه؟ أنا رجل آلي، أكبر عدو للأشرار. مرفوض. لكن اليوم الفري الخميس. كفى كفى، من اليوم علينا تغيير نظام الفري، يبدو أن لا يوجد أحد هنا يفهم معناه. يعني يا بنتي خليتيني ألبس التيشيرت حقك وشوفي إيش صار لليوم بسببك. مو شي سيء، حنتفسح في متحف الفن الجميل. متحف فني إيه؟ ده أنا افتكرته متحف شوكولاتة، قلت أما أجي معاكم. ما في شيء اسمه متحف شوكولاتة. ما أنا قلت كده برضو، وبما إني ما أعرفش حاجة قلت أروح أشوف. هاي يا بابا، هتاخد أي لوحة في المزاد هذا؟ ما هو عشان كده أنا قلت لازم أجيبك معايا. معانا فلوس قديش؟ كتير، ما تسأليني عن الفلوس اللي معانا، عشان أنا ما راح أقول لك كم. أهلاً وسهلاً، ممكن أعرف اسمك؟ ضرغام، المدير حقي أرسلني هنا. أهلاً وسهلاً بك يا ضرغام بيه، بعد شوية المزاد العلني هيبتدي، لو حابب تشوف اللوحات اللي هتتعرض في الغرفة الخلفية عشان حضرتك تشوف اللوح اللي هتعجبك. تمام، يلا نروح يا رزان، استنوا أنتوا هنا يا فلافيلو. معني مصدق جد؟ المكان فيه أشياء كتير حلوة بشكل رهيب. أيوة فاهمك يا ليث، في الثانوية كنت بعمل بطاطس رهيبة، محدش فاهم قيمتي الحقيقية. حد يساعدني، استنى أنا جاي. إيش سويت يا عم فلافيلو؟ إحنا كده انتهينا. إيه ده؟ ما تخافش أنا هتصرف، هنروح نجيب الشعر ده الأول قبل ما تحس. اهرب. حسبكم بقى مع اللوحة الحلوة دي عشان تعرفوا تشوفوها براحتكم، أشوفكم برا، بالتوفيق لكم في المزاد بعد شوية. مشت، يلا اختاري بسرعة، يلا شوفي أي لوحة رح ناخدها. حاضر يا بابا. أول ناخد اللوحة هادي، وطبعاً لازم هادي، وهادي، وهادي كمان طبعاً. طبعاً لازم، كأننا بنشتري كمثرة من السوق. بس أنت قلت معانا فلوس كتير. خلاص كنت بمزح معاكي، اشتري اللي حتشتريه، يلا خلص بسرعة عشان نمشي. ها؟ إيش ده؟ عندها شنب كيف؟ اللوحة الأصلية ما كانت كده. تقريباً كده الحريم كلهم كان عندهم شنب زمان. لا مو كده، الأصلية مو شنب، في أحد رسم شنب وحسنه. إيش الصوت هذا؟ ها؟ كيف يعني؟ بابا شوف كده، في أحد رسمنا على اللوحة. خلاص لا تمزح يا بنتي، ما في أحد غيرنا في الغرفة هذه. درغم بيه، لو خلصتوا خلاص أنا جاية حالاً. دقيقة واحدة بابا، لو شافوا الرسومات حيفكروا إحنا اللي سويناها ورح نوقع في مشكلة. وإيش حنسوي؟ دقيقة، في صوت ضحك من واحدة من اللوحات اللي هنا. ممكن تفتح الباب ده بسرعة لو سمحت؟ لازم نبدأ المزاد العلني. وينك إظهار وبان، وينك؟ هو هنا. أنا مو مصدقة، هذا الرجال عبارة عن قلم بينط من لوحة لوحة زي ما
طيب تصرفي بسرعة يا بنتي. تمام، اخرج برا واشغل المدام هادي شوية. تمام حاضر. أيه تعال هنا يا رايح، تعال هنا وصلح كل اللي سويته. أوه، إيه اللي بيحصل هنا يا درغام بي وأنت بتعمل إيه هنا؟ ترى بنتي الصغيرة بتكشف على اللوحات اللي قررنا نأخدها، ما في داعي ندخل. بتكشف عليها إزاي؟ يعني إيه ده؟ هو يمكن عشان حضرتك ما تعرفين الموضوع هذا. ترى قبل ما نشتري أي لوحة لازم أول نكشف عليها كويس، نسمع ظهرها، نكشف على حلقها، ونكشف على لونها. كيف ما تعرف الأشياء هذه قبل كده؟ أنا مصدوم فعلاً. يعني أصلاً أول مرة أسمع الكلام ده. خلاص لا تعرفي أي أحد الكلام اللي قلت لك عليه هذا. أنا عارف أنا هعمل إيه معك بالزبط. يلا يلا بسحف بسرعة كده، تمام وصلنا. دلوقتي أنا همد إيدي وأخد شعر الست دي بسرعة. إيه يا عم أنت اللي جابك هنا؟ الراجل ده بيطلع في كل مكان. يلا روح بقى. فين الشعر؟ فين؟ لقيته. الحرمة رايحة يا عم فلافيلو، يلا بسرعة بسرعة. فلافيلو، ليث، انتوا فين رايحين بالضبط؟ يا ولاد ادخلوا جوا وهدوا اول لوحة هتتباع عشان نبدأ المزاد. بس ادخل هيا ادخل. خلاص انتهينا. هي صحيح؟ نعم هي، هاتها، علينا تغطيتها، ستكشف قبل بيعها في الصالة. هيا بنا. أتمنى تكون اللوحة عجبتك يا هانم، لو خلصتي ممكن نخرج عشان نبدأ المزاد. كشف. بس أنا لسه ما مسكت الرجال القلم إلين دحين. اسمح لي قبل جاكيت مالي، فيني شوف الفاتورة؟ طبعا تفضل. ممكن تستنيني شوية مدام، لأنه جاكيتك معلق بالأخير. حظنا كويس إن الحرمة ما انتبهت إن شعرها انقص، بس ما أدري كيف حنرجع لها شعرها تاني. بسيطة جدا، رأيي نلزق شعرها بأي لزق وخلاص. بص احنا هنا في المخزن، أكيد في لزق جوه. كيف حنلصق شعرها؟ اسكت، كل حاجة تنفع باللزق، أنت بس روح هات لزق وأنا هراقب الست لحد ما ترجع. طيب فين اللصق ده؟ راح فين يعني؟ مين؟ مين هذا؟ أحد يطلعني. انت ايش بتسوي هنا؟ لو سمحت طلعني من هنا، الرجال رسام اخوي رسمني هنا داخل القفص وقرر يسجني. وليش سوى كده؟ اخوي ما له علاقة ابد بالرسم، وما يعرف الا يخرب الرسومات الحلوة، يسودها ويرسم لها شوارب، واليوم قرر يخرب كل اللوحات الموجودة قبل المزاد، وانا قاعد احاول اوقفه رسم لي السجن هذا، وسجني داخله وما اقدر اطلع. لا تزعل يا صاحبي. طيب قول لي كيف أطلعك؟ أكيد المكان هني فيه محاية تمحي فيها السجن هذا. ها؟ تمام لقيتها. كفو، لازم نروح نوقف أخوي قبل لا يبدو المزاد. أيوه حنوقفه، بس حنا كمان في مصيبة، في شيء لازم نرجعه لمكانه حالا. تمام خلنا نتصرف، أنا أبي منك شيء بسيط، تقرب اللوحة عشان تصير جنب لوحة أخوي عشان أقدر أقفز من هني لهناك. يلا 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 بسرعة. يا ريت يا جماعة تتفضلوا تقعدوا عشان هنبتدي المزاد دلوقتي حالا. يا بابا دحين يكشفوها ويشوفوا الرسومات ويفكروا احنا اللي سويناها. تصرف. لحظة، انتوا ما ينفع تتزوجوا ابدا. حضرتك بتقول ايه يا درغام بيه؟ انا معترض على الزواج هذا. ما تهزرش من فضلك يا فندم، احنا هنا مش في كتب كتاب. اسف، ترى انا في اوقات بخربط في الاماكن بس. ها ليكو لقيته، تفضلي. اشكرك وايد. اب 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 دقيقة واحدة يا مدام، أحد قال لحضرتك قد إيش أنت حلوة اليوم؟ أنا؟ ما أدري كيف أشكر ذوقك، أنت وايد مؤدب. العفو يا خالة، نبغى نشوف حضرتك في المكان هذا مرة تانية. لا لا لا، كله تمام. يلا إحنا ماشيين دحين، باي باي. ودلوقتي هنشوف أول لوحة معروضة النهاردة للبيع. لو سمحت ابتدي اكشف الغطاء عن اللوحة. طبعاً يا فندم. يا ماما، رجلي، رجلي انقطعت تقريباً. تمام، الحين أبيك تحطني عند اللوحة اللي على المسرح. سيبكم من الراجل ده، من ساعة ما جه المتحف وعمال بيتصرف بجنون. اكشفها. علم وينفذ. بنتي يا خسارتنا، راحت علينا، خلاص كده انتهينا. بابا استنى، شوف كده. تعدلت، يا سلام خلصنا. بابا بابا، ما حتصدق اللي صار لو قلت لك دحين. لا شوف اسمعني انت الاول، اللي صارنا اسوأ بكتير. حكايتنا هي اللي اغرب بكتير، حكايتنا فيها حروب ليزر وآليين وديناصورات ورجال فضاء. لا تألف يا فلافيلو.
بنشكركم جدا على حضوركم، هنستناكم تاني. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة. دي تقيلة أوي. يلا نشوفكم قريب. توقف، اذهب، قلت لك توقف. أخيرا مسكتك. أنا آسف يا أخوي، بس أنا ما أقدر أخليك تخرب اللوحات الغالية هذه. صراحة جريمة وايد عودة، لازم أسجنك هني لين ما تفوق وتعقل. هدول هناك هم. رجل الفرشاة، شكرا على مساعدتك لنا اليوم. أنا اللي مفروض أشكركم، ترى بفضل مساعدتكم أنقذنا لوحات فنية نادرة، وبغيت أهديكم هدية صغيرة من عندي. إيش الهدية هذه يا ترى؟ هي طبعا بيكون أكثر شيء أعرف أسويه في حياتي، برسم لكم لوحة حلوة. شنو أرسم لكم يا ترى؟ هو في إيه؟ ده بيبصلي أنا، بتبصلي ليه؟ ها؟ في حاجة على مناخيري؟ حقا لا أصدق، لوحة مبدعة جداً، يا لك من فنان، كنت أعرف أنني يمكنني الوثوق فيك. العفو يا فندم، في النهاية وصلت الموقف هذا بسبب فانيلة رخيصة ومتقلدة. ماذا تقول؟ لا ما في شيء. شكلك كده فوتت المدخل. أنا ما فوت شي يا بنتي، احنا ماشيين في طريقنا. تم تفويت المدخل، الدوران بعد 100 متر. لا يا أختي أنت، أنا ما فوتت المدخل. لا بل فوتت المدخل. أنتوا ناس غريبة مرة. يا للحظ السيء، بطاريتي قاربت على الانتهاء. سيتم إغلاق النظام ويبدو أنكم لن تجدوا طريقكم، والآن إلى اللقاء. ايش ايش ايش؟ لا اياك تقفل اللي كده هنتوه. عايز ادخل الحمام بسرعه يا درغام. انا كمان جيعانه مره. وانا عطشانه. بابا وقف في اقرب بنزينه تقابلك. لا يا ابني، لسه دوبنا ماشيين من بنزينه، مو محتاجين اي شيء تاني. وانا مالي، عايز ادخل الحمام. أنا يلا على العطشانه يا درغام. خلاص تمام، حدخل البنزينه اللي جايه. احنا داخلين على احلى بنزينه ممكن تشوفوها في حياتكم يا جماعه. لا تتمسخر يا فلفيلو، روحوا يلا بسرعه شوفوا ايش تبغون. اوه المكان هنا شكله مهجور من زمان. وسعوا، انذار احمر، فين الحمامات اللي هنا يا بابا؟ يلا يا بنتي نجيب اشياء ناكلها في الطريق. مع اني مو حاسه اننا رح نلاقي شيء هنا، بس يلا نشوف. اهو هنا اهو. ما بيفتحش ليه؟ انت ما بتفتحش ليه؟ دي حالة طوارئ محتاج لك. مكتوب ايه؟ مفاتيح الحمام ده موجودة جنب المخزن القريب من هنا. هو فين المخزن ده؟ اهو هناك اهو. المفتاح مرمي على الارض. المفتاح مش راضي يجي معايا ليه؟ ده مربوط في حاجة. ايوه مربوط في الدولاب. يعني مين اللي هيضيع المفتاح ده؟ ليه مربوط بالشكل ده؟ المهم أنا عايز أدخل الحمام، دي مسألة أولويات. تعال يا مفتاح أنا محتاجك. أي كنا رح ننحبس في المكان هذا. ليش الباب هذا ما انتبه علينا؟ خليني أشاور له. ووهو ووهو. ها فتحها. أي ها إيش فيه؟ شوفي الأحسن نمشي. أي أخيرا دخلنا. هاي ما في أحد هنا ولا إيش؟ في أحد هنا؟ مو مهم، في البلاد الأوروبية بيسووا كده لحالهم أصلاً، وبعدين بيدخلوا يدفعوا تمن اللي أخدوه. يعني إيش الصعب في هذا يعني؟ إيوة إيش مكتوب؟ بنزين وموية. أحط بنزين للسيارة أكيد طبعاً يعني. الموية ما راح تمشيها. إيوة نحط هذا هنا بالشكل هذا. تمام. ها برافو علي. في الوقت هذا أغسل السيارة لأنها توسخت مرة. كمان عندنا شوية وقت حلوين. اوه ها غسل الاول من قدام. حلو مره كده السياره رح تبرق برق. ها 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 انا فارس الطلاق. حار جدا حار جدا، لحقوني. انا رجعت لنفس المكان ولا ايش؟ اسف انت كويس ولا محتاج مساعده مني؟ انا في نفس المكان، في حاجه غلط، مو بقادر اطلع مني، مو بقادر اروح ابدا. ايش اللي بيصير هذا يا ماما؟ أنا نجحت. أيوة دلوقتي أقدر أدخل الحمام براحتي. إيه معطل إزاي؟
لا لا لا، أنا مش قادر استحمل بصراحة، استحملوا انتوا بقى، أنا داخل جوه. هاي مية تروي العطشان. جاهزة يا بنتي ولا لا؟ جاهزة يا ماما. أول لمن يفتح رح ننط بسرعة، تمام؟ تمام. قومي بسرعة يا بنتي، يلا يلا نمشي من المكان الغريب هذا. البنزينة هذه ما عجبتني أبدا. أيوة، بما إني خلصت ممكن أطلع من هنا. نسيت أشد السيفون بعد البلاوي اللي عملتها. إيه ده، السيفون ماي. درغام يلا نمشي من هنا بسرعة، الأبواب انجنت مرة. أحد فيكم شاف ضب اختفى مرة واحدة؟ اختفى فجأة. إيش تقولون؟ أنت كويسين ولا لا؟ هذا مو بنزين، هذه موية. موية؟ إيوة، موية عادية. السيارة كده عطلت، شكل السيارة خربت كمان. رأيي نمشي حالاً وبسرعة. ماشيين صار لنا 3 ساعات بس لسه ما قابلنا مكان في ناس. سيبك من هذا، كيف ما عدت ولا سيارة من جنبنا؟ مو غريب شوية؟ راسي هتنفجر، هتولع وطلع دخان، الجو حر قوي. في بنزينة قدامكم. ها امشوا امشوا، شكلنا وصلنا خلاص. ها مو هذه سيارتنا ولا ايش؟ ايش كيف حصل كده؟ رجعنا لنفس المكان. أكيد يا بابا في تفسير منطقي لهذا. هطبخ لكم أكلة حلوة على راسي من فوق، يلا تفضلوا بقى. امشوا يا أولاد امشوا، يلا يلا نكمل، ما أبغى أوقف هنا ولا دقيقة واحدة. بعد مرور 3 ساعات خلينا نشوف إحنا وين وصلنا. رجعنا لنفس المكان تاني، إيش اللي بيصير هذا؟ طبخت كفتة على دماغي، تفضلوا معايا. فلفيلو ركز معانا أرجوك، ما تخلي عقلك يروح منك. تحب زود لك صنوبر على الكفتة؟ شايفين زي الأنوار اللي هناك هادي؟ يا ويل البنت خلاص مرضت، هادي لسه بتقول أنوار. إيوة إيوة، في شي هناك. يا بنتي استني، وين رايحة؟ تعالي لهنا الأنوار. هادي 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 كده. سفينة فضاء. إيش اليوم الغريب هذا؟ صدمة رهيبة. أنا راح أدخل جوا، يمكن في علاقة بين السفينة واللي بيصير لنا. لو رزان دخلت جوا هدخل وراها، اشمعنى أنا ما أشوفش يعني؟ أنا مش كويس يا جماعة، يلا اقلقوا عليا. لقد تعطلت. كيفك؟ ايش بتسوي؟ هاي يا فضائي، ازيك يا كينج؟ دلوقتي بصي هحاول اتكلم بلغته يا رزان، ركزي وتعلمي مني. هاري جوري جوري جوري، بيلي بيلي بيلا، بيشي بيشي، داير داير. ماذا يقول؟ مالك خاص بي، انت عندك معلومة عن اللي بيصير هنا؟ كل ما يحدث بسببي، تركت كوكبي وتجولت في الفضاء بسفينتي، لكنها تعطلت وسقطت خلف محطة الوقود هذه. تمام، بس إيش علاقة هذا بدوران الزمن اللي صاير؟ يلا جاوب بسرعة. الزمن في كوكبي يعمل بطريقة مختلفة، فالزمن نسبي من كوكب إلى آخر، لذا فهو يغطي سفينتي والمجال المحيط بها. كيف هذا يعني؟ ماني فاهمة شيء. سكان الأرض ليسوا جاهزين لفهم زمن كوكبنا. أنت بتقول على مين سكان الأرض يا ابن أنت؟ باختصار انسوا الموضوع تماماً، مجال الزمني يغطي المحطة وما حولها وكيلومتر إلى 2 من المنطقة المحيطة بها، لذا فالزمان يتكرر ويعيد نفسه، وإذا لم أستطع الرجوع لكوكبي ستكون نهايتكم. مفهوم أم مزيدا من التوضيح؟ هذا مخيف جدا، مو معقول أبدا. كانت نزهة في غاية الروعة، كانت سفينتي تعمل بالطاقة الشمسية القريبة من كوكبكم. أحتاج لنفس الحرارة لأشحن بطارية السفينة وأغادر. لا أنت بتمزح، كيف نجيب طاقة كبيرة زي طاقة الشمس يا فضائي؟ عارفة فين حلاقيها؟ اعتمدوا عليا. ماذا؟ فعلاً؟ من أين؟ لازم ننزل لطبقة الماجما المنصهرة تحت الأرض بكيلومترات، هي مو قد الشمس بس حرارتها كبيرة على حد علمي. نعم، باطن الأرض مثل بقية الكواكب الموجودة، صحيح تماماً، لما لم أفكر فيها؟ ما صدق روحي. هذا هو الضب اللي كنت بقول لكم عليه. رجعت نفس المكان، يا جماعة أبي أطلع مني، لحقوني. يا للهول، فات الأوان بالنسبة له، ماضيه يطارده مرة بعد مرة. إيش هذا يعني؟ دخول مخلوقات أخرى غير نوعي في دورة الزمن غير صحيح بالنسبة لها. كم مرة دخلتم دورة الزمن هذه؟ 3. إيوة 3. أنتم معرضون للاختفاء أو الهلوسة كما يحدث للضب أمامكم، لقد فقد عقله تماماً.
هناك 5 دقائق على انتهاء هذه الدورة. كيف ننزل لباطن الأرض في 5 دقائق؟ أنت تمزح. سهلة، في مقدمة السفينة جهاز للحفر، ولكني غير قادر على تشغيلها بلا طاقة. قد أستطيع تشغيلها باستخدام بعض الطاقة الحركية. إيش نسوي عشان نحل الموضوع هذا؟ بإمكانكم الرقص مثلاً. غالي والطلب رخيص. أوه، المساعدة كده حلوة جداً. أنت كده شكلك جيت لي في الحتة بتاعتي. بيمزح يا عم فلافيل وما بيتكلم جد. أنا لا أمزح. فالحرارة المتولدة من حركاتكم ستكون كافية لتحريك سفينتي وبدء الحفر سريعاً. أكمل يا صديقي، هيا هز هز بسرعة هز. أولي، هو ده الشغل اللي على أصوله. هوبيدي هوبيدي هوب. رائع، كيف استطعت تحويل الرقص لطاقة حركية؟ استمروا في الرقص بسرعة. طيب لو سمحت شغل لنا موسيقى نتحرك عليها. هيا أنا لا أصدق، يبدو أننا سننجح. لدينا من الطاقة ما يكفي لتشغيل جهاز الحفر وسنصل لباطن الأرض. تتوقفوا، آخر دقيقة للرقص. نجحنا، فلنأخذ عينة من المجنى بسرعة. بيقول 10 ثواني. إنها تمتلئ تمتلئ. هيا، تم شحن طاقة السفينة بنجاح. هيا بنا. عليكم الابتعاد عن السفينة وعني بسرعة. هناك حجرة طوارئ في مؤخرة السفينة، اذهبوا إليها. شكرا على كل شيء. الشكر لكم أنتم يا صغيرة، أنت ذكية ويجب أن تفخري بنفسك دائما. يلا كلنا على الخطوة. أخيراً نجينا. كان يوم غريب مرة، صار لي كثير ما عشت مغامرة مرعبة زي هذه. أنا كنت خايفة مرة. المهم يلا على البيت على طول. يا مرحبا، الساعة في شيشتنا. تبون بنزين، حمام، غسيل سيارة أو أي شيء من السوبر ماركت، أنتم بس تامرون. إيش قلت لهم يعني؟ ها؟ سلومي، شو عم تعمل هون؟ عم بعربش يا جمجومي عادي، أنا كوالا، بعربش على أي شيء. تمام، فهمت يا سلومي، اتركها بقى، خلصنا. طيب وين العنوان تبعها يلي كان هون؟ أكيد وقعت لما تعربشت عليها. أو يمكن يكون لزق وعلق فيك، قوم لشوف. أي 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 أي، لا منه معي. خلاص ما لها مشكلة، ما لها مشكلة، رح أحطها هون وخلاص. تمام، يلا خلينا نمشي. انطر، رح أتعربش عليك ونحن ماشيين. أحد دق على الباب، سمعت الصوت. أوي، دول اللي بيخبطوا على البيبان، أنا خايف قوي جديان. إيش اللي مخوفك؟ تبي قاعدة والباب بيخبط، تروحي تفتحي عشان تعرفي مين وما تلاقيش حد، ده شيء مخيف. اسكت يا فلافيل ولا تخوفني. أكيد أرسلوا لي رخصة الطيران حقتي، أنا حروح أشوف مين بيدو. أمكم من متى وهي مهتمة بالطيران يا أولاد؟ شوفوا إيش لقيت، هدية محطوطة على الباب. بحب الهدايا قوي دي، أكيد جات لي أنا. يلا نفتحها يلا. يا ترى إيش موجود فيها؟ أكيد 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 فيها خفافيش لزاز وكيوت. خفافيش لزاز وكيوت؟ أيوان. أكيد أول ما نيجي نفتح الهدية الجاذبية حتصير صفر وحنطير كلنا في الهواء. أكيد أكيد الهدية هذه جواتها أطقم أسنان حلوة وجديدة. إيش ده؟ هذه عليها كارت. أنا آسف جداً سويت لك هذه. ضرغام، أنت إيش سويت لي بالضبط؟ أنا ما سويت شيء. طيب مين اللي سوالي الهدية هذه؟ يا أنت يا ليث. أكيد. ومين قال إن الهدية حقتك يا العنود؟ مكتوب عليها اسمك يعني؟ أكيد جات لي أنا، الهدية حقتي. وممكن تكون واحدة زميلتي أرسلت لي هي. يمكن جات لي أنا. أكيد هنلاقي فيها أسانسير. يا فلافيلو، كيف بس الأسانسير حيكون جوا الهدية الصغيرة هذه؟ يمكن أسانسير متطبق عادي، ما تركزش قوي كده. أجدو، الوحيد اللي يستحق الهدية في البيت ده أنا، عشان أنا أكبر أكبر
أكبر واحد موجود هنا. أنت مش شايف حجمي؟ مفيش أكبر من فلافيلو. طيب وإحنا كده كيف هنقرر مين فينا اللي هياخد الهدية هادي؟ عرفت، إحنا ممكن نعمل أحسن مسابقة موجودة في التاريخ، واللي يكسب ياخد الهدية. مسابقة 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 الهدية الغامضة تبدأ. ديرت 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 ديرت. فلافيلو، إيش اللي جابنا لقمة الجبل؟ عشان هنعمل مسابقة ما تضحكش. ايوه بس ليش على قمة الجبل؟ عشان هنعمل مسابقة اسمها النكت الباردة. فكرة حلوة. ديرت ديرت ديرت. مرة حاجة طايرة في السماء بتنون، وقولوا لي يا شطار ايش هي؟ ايش بتكون؟ غراب مستهبل. ما ضحكت ابدا. تمام دحين دوري. مدرس لغة عربية مربي كلب شرس، ليش؟ انت قول لي ليش. إجابة سهلة جداً، خايف من النصوص. دمها مرة تقيل. يا ترى يا ماما تعرفي إيش الفرق بين الليمون والزيتون؟ إيش؟ الليمون بنسوي لمونادة، لكن الزيتون ما بنسوي زيتونادة. يلا اضحكي. لا يا ليت، ما حتعرف تضحكني. أنا حسألك، أحد شاف عرفان؟ عرفان مين؟ الدوبرمان. أوه. أنا دوبرمان واسمي بعد عرفان. أنت جيت هنا إزاي؟ وآخر متسابق معنا أبو السباع. سين سؤال أنا اللي هسأله. قول لي بقى يا أبو السباع، ركز. إزاي تحط أربع فيلة كبار في عربية؟ أنا لسه ما كملتش كلامي وأنت خسرت على طول. بيدي قرص. ألو ألو. أهلين فيكم بشركة الشحن. اضغط رقم 1 لتعقب الشحن، واضغط رقم 2 لأسعار الشحن، وبحالة وجود شكوى فسكر الخط. بقى كده طب أنا هوريكم. ودلوقتي معادنا مع المرحلة التانية من المسابقة. مطلوب في 10 ثواني بس تجيبوا لي حاجة خفيفة. اللي هيجيب أتقل حاجة هيخسر. إيش المسابقة الغريبة هادي؟ كلنا شيء معقول. أنت بتشككي في نزاهتي يا رزان ولا إيه؟ تمام، مستعدين؟ ابدأوا. ليش بتسوي كده؟ نبدأ بسرعة. ماني عارف إيش ممكن. أنا ماني فاهم أي شيء. مش بتدوري ليه عنود؟ طالع وتعلم. أيوة الوقت خلص، وروني بقى جبتوا إيه معاكم؟ أنا جبت ورقة شجر، أظن ما في أحد حيعرف يجيب أخف من كده. وأنا جبت بكتيريا. أهلاً يا أخ بكتيريا، وزنك كام؟ تمام المهم الوزن كويس. استنى درغام، أنت جبت إيه؟ أنا جبت الهواء. شوفوا أنا ماسك الهواء في يدي، مو شايفين؟ مرة خفيف. تمام الفكرة عجبتني يا عنود هانم. يا ترى جبتي إيه؟ ما أعتقد حتلاقي أخف من رمش صغير. حلو أوي، يبقى كده الخسران في المسابقة دي هو رزان. مع السلامة يا رزان، خسرتي. سلامتي. أيوة دلوقتي مرحلة اللي فاضلين، والآن فاصل إعلاني قصير. تشكا تشكا، بالمسابقة ما فيهاش إعلانات، نكمل بقى على طول. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مع المسابقة بتاعتي. المتسابقين اللي مكملين معانا في المسابقة طبعاً عارفينهم كويس، بس هعرفكم عليهم تاني. ليث الصغير، العنود ست البيت، ودرغام الهوائي اللي ماسك الهوا بإيديه. سيبوا بقى يا درغام. هتركه دحين؟ تركته، مرة خفيف أصلاً. المرحلة اللي جاية صعبة، اللي هيطير ليها أكيد هيوصلها. ابدأوا. إيش؟ طيران؟ إيش بتقول يا عم فلافيلو؟ إحنا كيف حنطير بس؟ لازم أطير بسرعة. لازم أطير دحين. أخيراً قدرت أستفاد من رخصة الطيران حقتي. هادي سوتها وطارت فعلا. تمام، العنود راحت للمرحلة الجديدة معانا. دلوقتي حد فيكم عايز ينضم ليها؟ يلا بسرعة. مستعدين؟ اللي هيقول أكبر رقم هيكسب. 10. 1000. مليار. 100 مليار. 2 مليون مليار. بعد نصف ساعة. 100 مليون مليار مترليون. 200 مليون مليار مترليون. بعد ساعة. لا نهائي، لا نهائي، مضروب في لا نهائي. أيوان درغام أنت الخسران، ليس هو اللي هينضم للعنود في الفاينل.
عرفان منو؟ الدوبرمان. كل ما قعد أتذكرها قعد أضحك. ودلوقتي جه ميعاد المرحلة الفاينل، لا متسابقين جاهزين للأسئلة الرهيبة؟ جاهز. اللي هيجاوب صح على الخمس أسئلة يكسب. الفيل قبل البيضة ولا البيضة قبل الفيل ولا كله صح؟ سؤال مكار، الفيلة ما بتبيض. أبغى وسيلة مساعدة الجمهور. بالسجو. الإجابة الصحيحة بيض بالسجو. إجابة صحيحة يا ليل. إيش؟ السؤال الثاني، عمركم شفتوا في حياتكم فيل بيعوم؟ فلا فيل وهو بيتروش. إيش السؤال ده؟ وإيش الإجابة هذه؟ العنود إجابة صح. النتيجة 1-1. دلوقتي السؤال الثالث، ويا ترى مين اللي هيجاوبه صح؟ أنا. صح. ومين هيسأل السؤال للإجابة دي؟ أنا. صح. 2-2. ودلوقتي السؤال الأخير، مين فيكم اللي يستحق الهدية؟ ماما. هذا سؤال مكار، ليث اللي يستحقها. واللي هيستحق معانا الهدية العنود، عشان كده الهدية من نصيب ليث. مبروك يا ليث، يلا نروح البيت وناكل الهدية بسرعة. يلا هات. قفلت المكالمة علشان الشكوى ومستني بقالي ساعتين. لا هتصل تاني. اهلا فيكم بشركة الشحن، اضغط 1 للعب بالطابة. لعب كورة ايه بس؟ اسف، اضغط رقم 1 لتعقب الشحن الخاص فيكم. عطشة من شان اخ يا راسي، اضغط رقم 2. عشان اه يا راسي اضغط رقم 2؟ دي شركة ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. حد يقول لي الشحنة اللي بعتها الفريدة هانم وصلت فين دلوقتي؟ يا اخي قولنا الاول انه بدك تعرف محل الشحنة، قاعد عم تضيع لي وقتي. تركناها عند بيت درغام، نحن عم نلعب بالطابة هون، مو فاضي لك ابدا. انت شكلك فاضي ونحن ورانا شغلات مهمة. يا اخي شيء مو معقول، الناس صايرة غريبة كثير هالايام. غلطان وعم بيجادل. بالراس، يلا بالراس، هات يلا لشوف هات. يلا يا ليث يلا افتحها بسرعة، يلا يا ريت يطلع فيها أسانسير كبير مليان سندوتشات. أنا لما كنت بقول من شوية إن ماما هي اللي تستحق الهدية كنت بتكلم جد. ماما اتفضل الهدية هادي مني. شكرا يا ليث على الهدية هادي. اللي حيطلع في الهدية هادي حنستخدمه كلنا أكيد. طيب رح افتحها، ماني قادر استنى. لا استنوا، اوعوا تفتحوها. قلت لكم ما تفتحوهاش. أبو العينين، ايش اللي انت ارسلته هذا؟ ايش حنسوي في السقف اللي خرب دحين؟ وانتوا بتفتحوا هديه مش بتاعتكم ليه طيب من الاول؟ الهديه دي انا بعتها لمراتي الفريده، قال زعلان علشان ما جبتلهاش هديه في عيد جوازنا، وانا عشان اعتذر لها عملت لها ورده جميله وعملاقه باشعاع التكوين الجزيئي وكنت ههدها لها، بس الهديه اتبعتت المكان الغلط. سريعا سريعا يا اولاد، هيا علينا سبينه وخليه. الورده بتتكلم. اهلا يا ورده افندي. مو الورده اللي بتتكلم يا عم فلافيلو، دكتور ابو العينين هذا صوت نحل. واضح جدا انه انت بتكبر الورده، كبرت النحل اللي موجود فيها كمان. يا لهوي، مش ناقصه نحل عملاق خالص، دي كده تبقى نهايه الطبيعه. ايه نهايه الطليعه؟ هكلم صحابي في الطليعه احذرهم. الو مطار الطليعه، ركز معايا، نهايتكم خلاص قربت، اجروا او استخبوا في اي حته. اصلي بحب اقول انه كانت مضحكه قوي يا ليل. هيا يا شباب، علينا أن نجهز المكان بسرعة كما تعلم. باجي العصر في أسرع وقت، بسرعة. لازم نودي النحل ده في أسرع وقت لمكان أدفى مهما حصل، هناك ممكن يعيشوا من غير ما يبوظوا توازن الطبيعة. ترى أنا عارفة كيف حوديهم كويس، بس لازم كله يسمع كلامي. كابتن الطيارة يتحدث. أول يا أبو العينين، روح بيتك جنب المدام، لو قدرتها كويس ما حيبقى في داعي للهدايا. يا ضرغام يلا انت حتيجي معايا. مغامرة. هجوم على الخلية، هجوم على الخلية، امسكوا هذه الحشرة. وقعوا في الفخ العنود. احنا لسه ما خلصنا، امسك كويس، حنسوي خدمة كبيرة لدكتور ابو العين. ايش المعروف هذا يا عنود؟ كنا جبنا ورد مثلاً. طالع يا ضرغام. يا أبو العينين في شنو؟ رجعت بدري من الشغل. أصل يا فريدة، أصل كنت جايب لك حاجة حلوة قوي، بس حصل حاجة وأنا حقيقي مش عارف. يا حليلك يا أبو العينين، أنت عملت كده عشاني؟ عملت إيه؟ كده عاين للسما. ايوه عملت كده. ايه رايك يا فريده، عجبتك؟ حركه رهيبه. خلاص يا ابو العينين، ليه كاتب ما يهونش علي زالك يا فريد؟ فريد مين؟ ضرغام، انت نسيت حرف مهم جدا. اسف يا العنود، الدخان خلص مني.
القمر هو نجم الأرض وما ينفعش يطلع من مدارها أبداً، والقمر والأرض بيدوروا حوالين الشمس. اسمع يا نيمو، أنت هتبقي الشمس. أنا ألمع وأبرق مثل الشمس، وبعد هذا بضوي الدنيا. بطلي تمثيل، وقفي عادي خالص. ليس، أنت القمر. أية قمر؟ شعبان ولا رمضان؟ برافو، خلاص بقيت كوميديان؟ يا ابني افهم، القمر العادي، عارف؟ أنت الأرض، يلا دلوقتي لفوا حوالين الشمس. أسرع أسرع أسرع. لا لا لا، أنا الشمس الملتهبة، أحرق أي شيء. وأنا القمر الجميل مرة، أنا قمر كل الشهور، أنا قمر 14. تمام كفاية، أنتوا شقلبتوا حال الفضاء خالص، ارجعوا أماكنكم. لا 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 لا، أنا الشمس. يا ولاد يلا كله يفتح صفحة 290. فرقوا الكتاب العشرة. أستاذ الكتاب هذا آخر صفحة 70، ما في تاني؟ طبعاً مفيش، في حاجات كتير انتوا لسه ما تعرفوهاش خالص. ايش يعني؟ مش هتتعلموا بالكتب بس، لازم كمان تتعلموا بالتجارب العملية. وعشان كده يلا بسرعة على مركزنا الغامض اللي احنا بنعمل فيه تجاربنا الخارقة. قصدك معمل المدرسة؟ لو سمحت ما تقاطعنيش. اسكت 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 يا ولاد، موعدكم إن هوريكم كل غموض الكون والفضاء بشكل بسيط جداً علشان تفهموا وتوصل لكم الصورة بشكل ما تنسهوش أبداً. بس بدون ما تسفرنا كوكب تاني مثل هديك المرة. حصلت مرة، انساها. رزان الكربون. يا ليس الهيدروجين. رزان هات الأزوت. ليس بسرعة اديني شوية مية. تمام كفاية، اديني الشنطة المعدن بسرعة يا رزان. عايزكم كلكم تلبسوا نظارات الحماية. لازم ناخد بالنا جدا يا ولاد، دي المادة السوداء اللي بتكون أكتر من 90% من الكون كله. بس ما في شيء ظاهر، يا ترى فينها بالضبط؟ احنا مش هنعرف نشوفها بعينينا أبدا عشان هي مادة ضد الضوء، بس لو حطينا نقطة صغيرة جدا من المادة السوداء هنا. دلوقتي احنا بنشوف حاجة شبه اللحظة الأولى لميلاد الكون، وطبعاً حسب النظرية العلمية الأول كل حاجة كانت دخان. يعني الكون ما كان نظيف؟ أيوة، كان بيطلع دخان من كل مكان، بس الدخان مش معناه قلة نظافة، ده هيدروجين ومعادن تانية. المهم سحابة الدخان تقلت وانتشرت في كل مكان. حلو، أنا مالي مصدق. استاذ قلي هذا بيتاكل؟ يا ابني افهم، ده زحل واوعى تاكله. وزي ما انتوا شايفين معايا كل المجرات والكواكب والارض بيفضلوا يلفوا بالشكل ده طول الوقت. خلاص احنا خلصنا، بس خلوا كل حاجه في مكانها زي ما هي علشان بكره هنكمل اللي بدأناه. ممكن اخذ النموذج هذا معايا البيت الين بكره؟ تمام، بس خلي بالك الناس اللي على الارض يقعوا منك. دم خفيف قوي، هزار علماء. اوف، الارض دحين رح تضرب كوكب الجبنة. اوف، سيبك دحين من اللعب بالارض، رح تتأخر على المدرسة. أنا لسه أبغى ألعب بالأرض يا عنود. مين اللي جاي دحين؟ صباح البونجور، واحد نسكافيه اتنين سكر وسجق بالبيض والجبنة والبطيخ وحتتين توست. ما حتسألك يا فلافيلو. ايه ده يا ليث يا ابني، معاك كرة أرضية؟ دي بتضحك قوي. ايش اللي جابك يا عم فلافيلو؟ صغيرة قوي، بس بصراحة واضح انها نبيهة جدا. بص يا ستي، إدارة المدرسة كلفتني بمهمة ومسؤولية كبيرة، كل يوم هجيب الطلاب بنفسي من بيوتهم للمدرسة، فأنا بقى لا كفاية كدب مش قادر، ما عنديش أكل في البيت. اجلس يا فلافيلو اجلس، لا تضايق نفسك. دام انك طلبت مني أشياء كثير فأنت اللي رح توصل الأولاد اليوم للمدرسة، أنا وضرغام عندنا مقاضي. تمام جدا، يبقى ما تحطيش الأكل على الترابيزة، مفيش وقت. بيقولوا عليا فلافيلو البلاعة، دوسي على رجلي. يلا دوسي دوسي. ارمي بوقي. دي بجد حاجة جامدة جدا. هوب. الأرض هذه مو للعب يا ليث، جواها طاقة كبيرة مرة، انتبه عليها. ايه الحاجات اللي بتلف دي؟ لا غريبة أوي. غريبة أوي الكلام.
حاجات غريبة لزقت في جسمي كله، اتفضحت قدام زبايني من الصبح. فين جم بتلف حوالين راسي؟ فين؟ دعمت راسك ولا شنو؟ قاعد تتكلم مثلك مثل الكرتون. كرتون ايه بس يا ابني؟ دي نجوم حقيقية. مرة غريب، أنا أتمنى ما يكون اللي في راسي، وإلا رح تصير أشياء سيئة مرة. الحقونا! هو في ايه بالظبط؟ أنا الشمس وهكبر وكون قدها. ترالالالالا. ابعدي من قدامي دلوقتي، خدوا نظارات الشمس تلبسوها، ما تبصوش على الشمس من غيرها. هي نظارتي انا عامله كده ليه؟ شكلك مش مهم. حلو عليا يا ليث، بما انك ساكت تبقى اكيد يعني اخر موضه. ايش اللي بيصير يا استاذ؟ انا نسيت حاجه مهمه جدا بعد تجربه امبارح. عيد ميلادي؟ لا، نسيت اقول لكم ان الكون بيتمدد. النظاره. ايش في اتزان الارض بيبوظ بسبب قلة الجاذبية في الفضاء. يوهو، انا طاير نجمي، انا طاير، مش عايز حاجة من فوق. وانا كمان طاير، انا بطير احسن منك بكتير، انت راجل بطيء. اعمل ايه انا دلوقتي يا ابني؟ بصلي وقولي بسرعة، هو انا لابس نظارة الذكية ولا نظارة العادية؟ اظن العادية، انا كنت حاسس. ثانية واحدة، انا هنضف كل حاجة في المكان ده في ثانية واحدة، بالتالي وبما ان مهمتي انقاذ كل وجميع الحيوانات، فانا الشخص اللي لازم يقوم بيها على اكمل وجه. ها يلا بينا. هو انت بتقول ايه؟ ما ينفعش تنظف الفضاء كده. لحظة. انت عبقري يا فلافيلو. ده بجد؟ انت شايف اني عبقري؟ في حاجة واحدة بتشد الفضاء جواها، هي الثقب الاسود. على فكرة بجد انت مؤثر جدا. اتأثرت فعلا؟ تأثرت جدا. انا خلاص هروح مع ملي واعمل ثقب اسود وهجيب عربيتي. فهمتوا اللي صار؟ خلاص حيصير تفجير نجمي دحين. هنعمل نفسنا اذكياء وفهمنا اللي قلتيه، صح يا ليث؟ ايوه، تفجير نجمي. ايوه، تفجير نجمي يعني كوكب رح ينفجر، احنا لازم نهرب بسرعه. برافو يا رزان، اركبوا بسرعه. يلا بينا. في ريحه كواش بتحرق. لو حصل تفجير نجمي اكيد هتنتشر مئات النيازك بسرعه. يلا البسوا صناديق القمامه. يلا. البسوهم بسرعه. امسكوا كويس. حلوه جدا، نعملها تاني. في قشره موز بحالها دخلت جوه بقي. تمام، دلوقتي نبتدي الخطة. ماليش دعوة، أنا عايز ألعب دلوقتي. ها، افتح لي لعبة سباق العربيات. لو سمحت من فضلك، محتاج هدوء. تمام صح. أيوة، فاضل لي حاجة صغيرة جدا، أتمنى ننجح. أنا نجحت، عملت ثقب أسود صغير جدا. الفضاء قاعد يقرب هنا. تمام، لازم نرمي الثقب الأسود الصغير جدا ده في نص سحابة في الفضاء، بس هنوصلها ازاي؟ أنا عندي فكرة عبقرية، لو عرفنا نحط الثقب الأسود هذا جوا كرة قدم، أنا ممكن وقتها أقدر أشوطها بقوة وأجيبها في نص سحابة الفضاء بالضبط. ممكن تنجح، أنا بحب أوي الأفكار الغريبة. يلا بينا نجرب. الثقب الأسود حيبلع الكورة، وعشان كده إحنا هنحط الثقب الأسود في البلورة اللي ما فيهاش هوا خالص. البلورة دي من اختراعي وهتستحمل أكتر بكتير من الكورة، وإنت هتشوطها زي الكورة، ودي كمان هتبقى أسهل لك بكتير وإنت بتشوط. تمام يلا. كنت أنسى. هو أنا عملت إيه؟ يلا بقى يا ابني، شوط جامد. وخروا، انا احسن واحد فيكم يشوط. يلا هات جون. يلا شوط جامد قوي. ده بيحضر نفسه. يلا يا ليث، يلا. شوطة الفضاء. يا سلام عليك لعيب يا ابني. أنا
شكرا يا شباب، من غيركم انا ما كنتش انجح. بيتكلم عني، ما تاخدوش الكلام على نفسكم. ممكن بعد اذنك تشكرني تاني؟ لا 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 انا الشمس، لا 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 بنشر طاقتي في كل مكان. اوه مش دماغي اللي بولولوم بولولوم. انا غالبا كده حطيت كتير من المادة السوداء، وكمان عملت مجرات صغيرة فوق راسي. مش مشكلة، أنا قادر أحرك الضوء لأي مكان، بس ليه مرة واحدة بيسخن وبيقفل لوحده؟ المهم بقى أنا لازم أجرب أعمل واحد جديد، وبما إني مش محتاج ده دلوقتي أرميه. أهو انتبه انتبه، إياك تطيحها. ما توترنيش يا درغام، ما توترنيش. ما بوترك يا فلافيلو، أنا ما بوترك. ما تزعقش يا درغام، أنا كده بتوتر أكتر. تمام تمام، أنا آسف، إحنا مو مستعجلين، حنقدر نوصل التورتة هذه إلين البيت من دون ما يصير لها شيء. تبغى تقول شيء؟ رجلي بتترعش يا درغام، رجلي بتترعش جدا. بلا دلع، لا تقول كده. رستم رستم ساعده. تمام تمام انا جاي يا رجلي. خلاص قربنا، ارفعوا ارفعوا. خلاص حطيناها. ايه التورته دي عشان ايه يا درغام؟ اليوم عيد ميلاد ليث، لا يفوتك. رح تيجي صح؟ هاجي طبعا، مدام هيبقى في تورته. صحيح، هو هيبقى في تورته؟ لا ما في تورته، اللي قدامكم هذا يبقى جرار طبعا. بس ده جرار غريب. لا تمزحوا، ايش هادي؟ هادي تورته، تورته عيد ميلاد ليث. طب هيبقى في تبوله او بقلاوه؟ ها ولا انتوا عاملين حله محشي النهارده؟ انا محتاج اجابات على كل الاسئله دي يا درغام. انت كده هتجنني يا رستم. يلا يا فلافيلو على السياره، وانت لا تتاخر على عيد الميلاد. بس انا ما ينفعش اروح من غير هديه. أجيب هدية منين أنا دلوقت؟ عندي فكرة حلوة، المسدس ده شكله جديد. تمام قشطة، أنا بقت هديتي جاهزة. جبتي شوك وسكاكين يا بنتي؟ أيوة يا ماما. جدو أبو السباع كان المفروض تعلق اللي عليها اسم ليث. أنت يا جدو علقت اللي بابا كان مسويها وقت زواجه من ماما. فعلاً؟ استني شوية، تتجوز؟ إيش هادي؟ ناقصة؟ بلا تريقة، أنا فلوسي ما كفت للباقي. واو التورتة وصلت، أنا رح أروح أنادي على ليث. برافو يا ضرغام، حطوا التورتة على الطاولة بالراحة. كويس إنهم لحقوا يسووها في أسبوع واحد، انتبهوا عليها كويس. هم عملوها في أسبوع وأنا هاكلها في دقيقة واحدة. مية مس على عيونكم. أهلاً يا رستم بيه، شكلك مرة حلو اليوم. ألف شكر ليكي. من فين الوردة هادي يا رستم؟ من الجنينة بتاعتكو طبعاً. إيش؟ فين بقى الولد الخلبوص؟ في غرفته بيجهز علشان هيلبس طقم مخصوص. أوه رستم بيه جاب هدية، يا ترى إيه؟ مش هوريها لك، أنا هديها لليف. لا أنا هشوفها. لا سيبها بقى فلافيلو. فلافيلو لا تمزح. يا سلام، المسدس الصغنن الجميل ده، أنا عمري ما شفت مسدس كميل خالص زيه. بيعمل إيه ده؟ ده بقى فلافيلو مسدس مية. متأكد يا رستم باشا؟ طبعا أنا متأكد. اتفضل شغله، خلينا نشوف. طيب وريني كده. شوف اهو اشتغل، يعني تقريبا بيتهيألي كده اشتغل. يا ترى ايش هذا؟ ضرب نور بس، هو ما بيطلعش مية؟ ايوه اكيد في مية. رستم فين التورتة؟ انا لسه ما دقتها، مش عارف راحت فين. تمام تمام تمام، لا تصرخ، ما حد شافنا، كله يهدى شوية عشان نفهم. فاهمين ولا؟ أنا هروح وراها، أنا لازم ألاقي التورتة يا درغام. لا تمزح يا فلافيلو، إحنا مو عارفين أصلاً البوابة هذه رايحة على فين. أنا عندي ملابس رائد الفضاء اللي أخذناها من دودي الفضائي، حروح أجيبها وأرجع. درغام وين التورتة؟ وين التورتة؟
اتصلوا من المحل وقالوا انهم نسيوا يحطوا عليها شوية كرز، ما قلت لك؟ فبعتوا ياخذوها عشان يضبطوها. تمام تمام، جيبوها بسرعة. اهلا بيكي مدام عنود. انت ليش بتضحك يا رستم بيه؟ مفيش حاجة مهمة، أصل البوابة بلعت التورتة. انتوا ايش بتقولوا؟ اي بوابة؟ البوابة اي مكان بيفتح على ابعاد ثانية. يعني مجرات مختلفة، فضاء بقى ومركبات وحاجات من دي. انتوا انجنيتوا على الاخير، انا رايحة. انا جيت. المس يا فلافيلو، وانت كمان امسك الحبل يا رستم، رح نربط فلافيلو وهو اللي حينزل من البوابة. انا جايز. تمام يا فلافيلو، بس انتبه، بس اياك تيجي بدون الكيكة. امسك الحبل يا رستم. خطوة صغيرة لفلافيلو، قفزة تاريخية للفلافيل كلهم. امسك كويس. تمام. ده انت تقيل قوي. انت اللي تقيل. كان حلو قوي. صحيح حفلة جميلة. مش مصدق. حط الهدية دي. اوه اهلا يا اولاد، اتفضلوا اتفضلوا. هلا بيرين. اهلا فيكي، كيفك حبيبتي؟ اهلا بك يا عنود. التجهيزات جميلة قوي. ها ليس فين؟ بش رزان، اقرأي هذا. ايش ده؟ اوف يا ليث، بلا بلاها. اقرأي اقولك، انت حتقدميني. اوف، طيب ايش ده؟ حاكم البحار السبعة واكبر قرصان على مر العصور، بلا بلا بلا. اقدم لكم ليث. هاها ايوه انا هنا. اوه لبسك كتير كتير حلو يا ليث. شكرا يا عارف، استنى لما تشوف الكيكة بس. وينها؟ أكيد موجود في مكان هنا. وش العمل؟ الأولاد وصلوا وليث هنا، لازم نلاقي التورتة بسرعة. إيه ده؟ شكله غريب، لما أشوف كده البتاع ده بيعمل إيه؟ لا! يا بابا! بابا؟ إيش بتسوي بالحبل هذا؟ إحنا إيش بنسوي؟ إحنا بنسوي مسابقة نط الحبل، مو كده يا رستم؟ مو معقول غلبتني تاني. منك يا خلبوس. شفت كسبتك ازاي؟ انا قوي جدا. ماشي، وبعدين الكيكة حقتي فين يا بابا؟ يا جماعة، في احد منكم كان يبغى محشي؟ ممكن أحد يشرح لي اللي قاعد يصير بسرعة؟ إحنا جهاز منع العلم المجنون، مهمتنا نمسح الأجهزة الغير مرخصة اللي مخترعينها العلماء المجانين مثل منظور، لأنها الاختراعات بتصير خطر على المجتمع. طيب وهذا إيش علاقته بينا؟ ما أنتوا لازم تقولوا لنا أنتوا لقيتوا المسدس العجيب هذا بأي مكان بالضبط. هكون لقيته فين؟ لقيته في الزبالة. أنتوا كذي تستهزئون فينا، جيب المسدس بسرعة. الحين أنا بقول لكم آخر موقع فتح جهاز البوابات هذا. الأول حديقتكم والثاني كوكب المريخ. كوكب المريخ؟ يعني فلافيلو في المريخ؟ منو أول واحد استخدم المسدس وضرب الطلقة؟ رستم. أنا ما كانش قصدي خالص. عيل تعلم، ومرة ثانية لا تلعب بشي ما تعرفه. ماذا يحدث؟ بابا ايش فيه؟ تقريبا كده السقف بيسرب. ما هذا؟ هاكم جهاز البوابات، صيدوهم يلا. ها؟ الدكتور ابو العينين؟ انت كيف لقيتنا؟ جهاز البوابات بتاعي فيه جهاز تتبع، فشفت انتوا فين من الكمبيوتر. تمام؟ انا اللي لازم اسألكم، ليه اخدتم الجهاز من الزبالة؟ انت ايه اللي خلاك ترميه في الشارع يا منيل؟ جربوا. خد استخدم المسدس. كيف استخدمه؟ عمرك ما لعبت لعبة خيال علمي؟ ايوه كده انا فهمتك يا دكتور. كويس يا ابني، هات جهاز البوابات. مين هدول يا دكتور منظور؟ هيكونوا مين؟ وكالة فيها شوية علماء فاشلين غيرانين من أعمالي، بيحاربوا اختراعاتي علشان عمرهم ما هيعرفوا يخترعوا زيها. الفلافيلو إيش حيصير له؟ استنوا هبص عليه هو بقى فين. المريخ؟ مستحيل، مش مصدق. انت ضربت الطلقة فين يا رستم بيه؟ انا يا عم مش هلمس الجهاز ده بعد كده ابدا، حتى لو ادتوني برميل بسكوت. ودلوقتي انا احاول افتح بوابة في المريخ في نفس النقطة. ودلوقتي هنا
ها تمام، روحوا انتوا وانا هجيب لكم فلافيلو على هناك. يلا باي باي. اتمنى ان فلافيلو ما يكون صار له شيء. انا اتمنى الكيكه ما تكون صار لها شيء. انت مضحك يا اخي فلافيلو، انت مضحك يا فلافيلو. غير معقول. اعمل ايه، دمي خفيف، الشاي تحفه. بالهناء والشفاء، انت اشتريت كعكه جميله، هيا لنشرب الشاي. ايه ده فلافيلو؟ اوه دكتور محظور جه. تعال تعال، الشاي على النار، تعال اقعد معانا اهو، نلعب لنا 10 طاوله. مش محظور، منظور. وانت بتعمل ايه هنا قول لي؟ ده اصحابك قلقانين عليك وهيتجننوا. يلا علشان نروح. طيب يا جماعه انا لازم استاذن دلوقتي، اكيد هنتقابل تاني، بصراحه حبيتكم. تمام تمام يا فلافيلو، سنتقابل قريبا، خذ الكعكه معك ولن ناكل ثانيه، ومن يوم الاربعاء القادم لن ناكل حلويات ابدا حتى لا نتعب. هاخد دي اهي، تنفع في الطريق. يلا يلا نمشي، وانتم خليكم في مكانكم، في يوم هاجي افحصكم. واشرب معاهم شاي، شايهم تحفه. يلا بينا نط. وينكم يا ضرغام؟ كلهم هنا مستنيينكم. انا ماني عارف يا عنود ايش اقول لك بالضبط. شو يا ليث، ما راح تطفينا هالشمعات هدول وناكل الجاتو؟ هذا لو في تورته. كيف يعني وين التورته؟ اهي التورته اهي، طفي الشمع، مش عارف اقول اوف. هذه كيكه عيد ميلادي؟ هذا مو معقول. اهلا يا مدام، في شيء؟ صباح الخير، أمامنا عمل كثير اليوم، أتمنى أن تكونوا بخير. تمام، لنبدأ معا. يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار، وجدار فوق جدار. هيا يا مطرة الأمطار، اترك السقف ينهار، وجدار فوق جدار. ايش اللي حصل؟ تعالوا الحقوا. جاي لك يا بابا. ليكون انا اللي سبت الحنفيه مفتوحه امس يا ضرغام، ولا يكون هو سبب كل هذا؟ لا يا بابا، اللي صار هذا مو من الحمام، في شيء ثاني هو السبب. ياه، ايش اخباركم؟ انا طلعت شويه رمي الحلوين من القاع. خير ما عملت يا ابني، استناني انا كمان راح اجي العب معاك. هذا وقت يعني تمزح فيه يا ابني؟ يعني مو شايف حاله البيت صارت كيف وجاي تمزح معي؟ الباب بيدق، انا حشوفه. ليث ابني ساعدني شويه ودفني. ايه هو فيش حد هنا؟ افتحوا بسرعه، البطر الكتير الغريب قوي ده مش راضي يبطل. يلي فوق اني اتنفس من تحت الماء، اني بولولوب بولولوب. مستحيل، ما تخلينيش اجيلك اوريك شغلك، انت مش عارف انا بقى مين ولا ايه؟ انا عارف. ها فلافيلو، انت جيت؟ لا مش عارف. فلافيلو البيت كله تغرق بالمويه وانا مو عارف افتح الباب، ماني شايفك غير من فتحه الباب. وريني. شفت الكارثه؟ ايوه فعلا عندك حق، انا ماني عارف ليش صار كل هذا يا فلافيلو. انا عارف يا ضرغام، بسبب سحابه اللي فوق اللي فتح كل الحنفيات. مين الاخ سحابه هذا؟ هيكون مين يعني، واحد بيهزر طبعا. هو سمع ازاي؟ انا قلت بصوت واطي جدا، سمع ازاي بس؟ يطلع مين الاخ سحابه هذا؟ فلافيلو اكيد بيمزح. الاخ سحابه؟ بابا تعالوا هنا بسرعه، الاخ سحابه هنا. البنت هذه انعدت من فلافيلو ولازم تتعالج. يلا نشوف ايش فيه. انا ما احب امشي في المويه، خلاص حسناكم هنا احسن. مو المفروض انك سلحفاة مائية؟ لا يا حبيبي، انا خلاص صرت سلحفاة كنبية. رزان خير يا بنتي، ايش في؟ مين الاخ سحابة هذا؟ طالع برا وانت تعرف مين هو. الاخ سحابة فعلا يا اولاد. اهلا بكم، انا اسمي حقي، اول مرة ترى سحابة ام ماذا؟ الصراحة اول مرة اشوف سحابة تتكلم. حسنا، وانت حيوان يتكلم. اسمح لي يعني هسأل حضرتك سؤال. تفضلي. يا ترى
ليش بتمطروا كثير عندنا؟ نظراً لظروف الجو في الأرض، أنا لا علاقة لي أبداً بالموضوع. بس ما حينفع لأن في مبالغة في المطر هذا. إذن عليك أن تذهبي بنفسك وتغيري ظروف الجو من جديد. وكيف أسوي كده؟ حاولي الذهاب ولقاء كوكبنا. كيف؟ إيش يعني تتكلم مع كوكب الأرض؟ لا، مع كوكب آخر غريب. أكملي الأسئلة يا آنسة. فين ممكن نلاقي كوكب الأرض؟ المكان الطبيعي في الفضاء، ولكنني سمعت أن كوكب الأرض في السوق. قرب 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 قرب. لا كده في شيء أنا مو فاهمه. المطر موجود في الحي كله، ليش احنا بس بنتعامل مع المشكله؟ احنا الفاضيين عشان كده قالوا روحوا انتوا تصرفوا وافهموا ايش الحكايه. لو سمحت قالوا لنا كوكب الارض موجود هنا، فين ممكن نلاقيه؟ في الدكان اللي قدام، هتلاقيه واقف ومكتوب على اليافطه. شكرا يا صاحبي. ايه اللي بتبيعه ده؟ قرن عنزه. ايه القرن ده بتاع انهي معزه ده؟ هو ليكون قرن نجمي اللي في الحي بتاعنا؟ لا لا، هذه حق الهريس. يعني ايه هريس؟ ازاي يعني هريس؟ اوعى تكون هرست نجمي يا اخي. روح مني، ترى وهكتني وياك. روح. ها سجادة العالم. الحقيقة هذا اسم دكان مبتكر جدا. يلا بسرعة ندخل نشوفه. ما في احد هنا؟ يا كوكب بيه، يا كوكب بيه، يا كوكب بيه. مين اللي بينادي ده؟ هو انتوا زباين جداد ولا جايين تسألوا على عنوان عندي ولا ايه؟ انت كويس يا ريس؟ ايه يا عمر، انت بتمسك الحبل كده ليه؟ العرض اتدمر خالص. المهم يا فندم، اهلا وسهلا بيكم. قولولي بتدوروا على ايه؟ بصوا معايا كده، دي سجادة صوف، ودي سجادة يدوية حلوة، ودي غالية طبعا عشان قيمتها. معلش بس احنا مو جايين نشتري سجاد. وسايبيني بعمل لكم عرض بقالي ساعتين؟ حضراتكم جايين ليه؟ في سحابة كبيرة موجودة فوق بيتنا. عارف حقي طبعا. السحابة؟ السحابة هذا وأصحابه جالسين يمطروا وما سابوا مكان إلا مطروا فيه وغرقونا، وجايين نشتكي. طيب أنا هتكلم معاه ما تقلقوش، وإنت يا عمبر هات الشاي. تشربوا شاي معايا؟ أيوة نشرب. الوقت يا أولاد، بيع السجاد ده مهنة كده على جنب. أنا زي ما أنتوا شايفين كوكب الأرض. سخن قوي. ودلوقتي اللي حصل، الشمس سخنت الكوكب بسبب الضرر اللي سببتوه للكائنات الحية، وده لي اسم علمي حبقول لكم عليه بعدين. الاحتباس الحراري. بالظبط كده. وبسبب الاحتباس الحراري ايه اللي حصل؟ الجفاف. برافو. طيب وبسبب الجفاف ايه بقى اللي حصل؟ المطر نزل كتير؟ لا طبعا، الخضار كله قل بسبب الجفاف ده، ولما الخضار قل كده المعيز ما بقتش تاكل، وطبعا لما المعيز ما تاكلش ما ادوناش الصوف ده، ولما طبعا ما ادوناش الصوف ده ايه اللي حصل؟ قولوا ايش حصل؟ شغل السجاجيد بقى يخسر وما فيهوش مكسب. سعر السجادة زاد جدا، ولما السعر زاد محدش بقى يشتريه، عشان كده بدأت المطرة تنزل في كل حتة عشان الجفاف يقل والخضار يزيد والمعيز تاكل وناخد منها صوف اللي محتاجينه. تمام كلامك حلو كله حكم، بس احنا السقف حقنا بينقط، ايش هنسوي؟ انتوا كده بوظتوا الاتزان خالص، وعشان كده انتوا اللي هتحلوا ده. وقفوا الاحتباس الحراري، انقذوا شغل السجاد، انقذوا شغل السجاد، تنقذوا السقف بتاعكم. فهمتوا كده؟ فهمت يا كوكب بيه. كويس، امشوا بقى عشان عندي شغل، الشغل اللي وراي النهاردة كتير. انت حتجلس تتكلم بالطريقة العجيبة هذه طول اليوم؟ طبعا، وهفضل كده طول ما الدنيا بتلف. بص بلف اهو. عنبر لم الحاجات دي يلا. ايش حنسوي دحين يعني؟ لازم نمنع الاحتباس الحراري. انا هقول لكم، الاحتباس الحراري مهم جدا، لازم نحترم اي حد محبوس، كل واحد يروح يحترم حد محبوس وتتحل. هقول لكم ايش حنسوي خطوة خطوة، اسمعوني. واحد، إحنا لازم نتخلص بسرعة من أكبر عدو في الأرض لطبقة الأوزون. أولاً نقلل استخدام مزيلات العرق. وين الديدورانت تبعي؟ مو لازم نستخدم مزيلات العرق من دون سبب، ممكن نتروج قبل ما نخرج ونستخدم موانع العرق اللي مو ضد الطبيعة وتكون صديقة للبيئة. فهمت، معك حق. عفوا مين حضراتكم؟ إحنا مين؟ إحنا اللي جايين نحارب الاحتباس الحراري في الأرض ونخلص عليه، وعارفين إن هذا اسم طويل مرة. كان في هون بارفان ببلاش كتير حلو، هترش منه. آسف، ممكن أخذ هذا؟ خلني أرش زيادة، وعلى جسمي بعد، وعلى رجلي شوي بعد، وشوي على الكرسي بعد. رشيت كتير مرة، جيب كده. أيوة اضحكوا يلا. يلا يا حلوين ركزوا معايا. أنا عايزك تقولي فطير وانتي بتضحكي، اضحكي الصورة تطلع حلوة. تمام يا رزان، ايش حنسوي دحين؟ الاحتباس الحراري زاد بسبب عوادم السيارات والوقود اللي بينحرقوا ويطيروا في الهواء، فلازم نشجع الناس انهم يستخدموا الطاقة الكهربائية. أنا لقيتها خلاص، لازم يسمعوا الكلام هذا من السيارات حقتهم. من السيارات؟
ثانياً، استخدام الطاقة الكهربائية. لا تقولوا لم يخبرنا أحد، اسمعوني، أنتم لابد أن تتركوا كل السيارات التي بها بنزين وعوادم ودخان وتلوث. احموا الطبيعة بالسيارات الكهربائية التي تشبهني. ما رأيكم؟ تكلمت جيداً. أيوة أيوة، كويس إن كلام جاي من سيارة بالكهرباء زيك. حسناً، وسأساعد الطبيعة حالاً مثلكم. إيه، السيارة الرهيبة الخارقة. لازم تختاروا السيارات الكهربائية عشان نوقف الاحتباس الحراري، وهذا عشان تسيبوا لأولادكم مستقبل أفضل، وعشان تنقذونا وتنقذوا بيتنا من السحابة. برافو، الناس صار عندهم وعي. قليل الدور على إيش؟ جي الدور على أعداء اللون الأخضر اللي بياخذوا الأكسجين ويستهلكوه على الفاضي، وكتل الأسمنت اللي ما لها لزوم. ثالثاً، حماية الأماكن الزراعية. انتوا مين بالظبط وجايين تعملوا ايه هنا؟ احنا جينا نبني مباني ملهاش لازمة هنا. دا 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 دا. احنا حامين الطبيعة. اغسلوا هدومي مع الهدوم الملونة في الغسالة، بس دي كانت بيضة. لا تقضوا على المناطق الزراعية، لازم تزرعوا أشجار أكتر من كده. سيبوا كوكب الأرض في حالة كويسة لأطفالكم عشان الطبيعة. اهرب اهرب، مش هنعرف نغلبهم، اهرب. ليث، ايش بتسوي؟ ما ينفع كده، سبتني تاني؟ لازم ننقذ الطبيعة ونروح نزرع شجر كتير. جد حنزرع؟ أنا فرحت عشان حنصير أبطال خارقين ورح نطير. حروح ألبس العباية حقتي. شوف حضرتك، رحنا سوينا كل اللي قلت لنا عليه. الناس صار عندهم وعي في موضوع الاحتباس الحراري. ده حقيقي فعلا، الاتزان بتاعي بدأ يرجع زي الأول. لو فضلنا كده شوية كمان تجارة السجاد هتعلى وتتحسن، والصحف هتبطل تنزل مطر وتغرقكم، وانتوا هتقعدوا في بيتكم براحتكم من غير مية في كل مكان. ايوه كده، الدنيا لسه بخير يا أولاد. ايوه بخير، على رأي المثل، القرد في عين أمه غزال. شو من هنا ده؟ عيب قوي كده، هي السجادة دي بتطير؟ عندك من اللي بتطير؟ بص بص دي بتطير. اي اولي، وين الأكل؟ وين الأكل؟ وين الأكل؟ وين الأكل؟ خلاص خلاص جيت الصبر. زيدي زيدي. أوف، هذا شكله مرة حلو. بس هذا ما هو لك يا ضرغام، من هنا وجاي أنت لازم تأكل أكل صحي بس. اتفضل كل. آها، هذا بس اللي ممكن تتعشى بيه، صحن خضار مسلوق. إيش؟ ما ينفعني هذا الأكل. لا حينفع، لازم تمشي على دايت. أنا ماني مبسوط. الصالون هادي، راح أبدأ المهمة. التلفزيون مو حار، هذا معناه أن كلهم نايمين من بدري. الهدف دحين قدام عيني بالضبط. طالما جاتني رسالة يعني لازم أتحرك. أيوة، يا ترى المحشي فين؟ لقيته، مكتوب محشي ورق عنب باللحم المفرومة. اسكت يا ضرغام، لا تتكلم. يا العنود، ضحكت علي تاني، أكيد خمنت إني هاجي هنا في نص الليل عشان أدور هالأكل. يا ترى المحشي الحقيقي فين عشان ألاقيه وآكل منه؟ أكيد هذا. استنى، ممكن يكون هذا كمان فخ. طيب لو مو فخ أجرب حظي. يلا يا ضرغام يلا، هتنجح أكيد، ما تخاف. يلا راسي، راسي ما تشتغل على الأخير، مخي وقف. إيش؟ جالس أدور في الثلاجة وهي مخبيته هنا؟ يا العنود، من جد إنك ذكية، بس حظي أكبر من ذكائك بكثير. تمت المهمة بنجاح. شش.
الوحش اللي كنت مخبيته هو كيف لقاه؟ أنا أوريك يا ضرغام. يا العنود، إيش ده؟ هذه شغلة سيارة، الكفر بيتحرك، صوت الماتور بيبعد. صوت الماتور بيقرب ثاني كده، بتزمر البسة، السيارة وقفت، شدت فرامل اليد، قفلت الباب بقوة مرة. أي 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 أي. الحركات العصبية هذه أنا عارفها، ما لها إلا معنى واحد، أنا في مصيبة مرة كبيرة. إيش ده؟ الطريقة الوحيدة عشان أمنع أبوكم من الأكل، الثلاجة الذكية 3000. واو. إيش تسوي الثلاجة الذكية هذه؟ صباح الخير، الساعة 9:15، درجة الحرارة 18، الطريق مزدحم. تم تفعيل الكاميرا الداخلية، تم فحص هوية المستخدم، الأشياء الناقصة من الثلاجة لبن، طماطم، جبنة شيدر، خبز توست، زبادي. ماني مصدقة. ليث 7 سنين، فحص الطول والوزن والدهون، ما يلزمه من الثلاجة هو التالي: بودنج بالموز، عصير كريز، آيس كريم بالشوكولاتة. أبو السباع عمره 86 سنة، المنتجات اللازمة: لبن طازج، ربع كيلو جبن، زبادي، تفاح. أوه يا سلام، لو شغلت موسيقى ولا فيلم مع الأكل. إيش رأيكم؟ حلوة مو كذا؟ ولو سألتوني عن أهم ميزة خلتني اشتريها، إنها بعد 10 PM بدخل الباسورد والأبواب بتنقفل إلينا الساعة 7 صباحا. إيش رأيكم يا ترى؟ ودي أشوف أبوكم إيش حيقدر يسوي. ما حد يقدر يقف قدامي مهما حصل، حتى لو كانت التلاجة الذكية حقتهم اللي راحوا يجيبوها. أنا ما شفت كل أفلام الجاسوسية هذه على الفاضي يعني. مو هذا، هذا هو كلام المضبوط. تعال يا حبيبي. إيش بيصير؟ دخوله من غير إذن، اقتحام مفاجئ، إرساله رسالة للعنود. لا لا لا، أرجوك لا ترسل الرسالة. إرسال الصور حالا. لا ما راح أسيبك تسوي كده، الثلاجة يا باردة أنت. الفيشة الصور. فين راحت؟ إرسال الصور. فآخر لحظة تشغيل الطاقة الاحتياطية. طاقة احتياطية؟ أنت إيش تبغي مني بالضبط؟ سأعود فورا، سأعود فورا. ضرغام الفطور جاهز، يلا تعالى. بسرعة، كله بسرعة، حنتأخر. ليش بعدك ما لبست يا ضرغام؟ ليش ألبس؟ اليوم العرض حق الأولاد، نسيته ولا إيش؟ أيوة صح أنا. إيش بك يا ضرغام؟ من فين جت هادي؟ مين اللي من فين جت؟ أنت شكلك كذا فاضي ورح تأخرنا. إحنا رح نمشي عشان ما نتأخر، خد تاكسي والحقنا. تمام. ماما ما تنسي ملابس يا ليث. ضرغام حستناك في المدرسة. مع السلامة. بس الجو هادي كيف يعني جت؟ كيف جت؟ كيف؟ ازيك يا ضرغام؟ انت ايش بتسوي على الباب هنا يا فلافيلو؟ انا قلت اقف هنا يمكن تندهلي عشان اجي العب معاك. استنيت طول الليل؟ بصراحة فضلت طول الليل، طول اليوم، طول الاسبوع كمان، طول الوقت. انت لازم تساعدني يا فلافيلو، تعال بسرعة. خدني يا ضرغام، خدني على المغامرات، خدني. أنا متأكد إني رميتها في القمامة أمس، بس ماني فاهم إيش اللي حصل، صحيت اليوم لقيتها في مكانها. إيه الوشوشة اللي بتوشوشوها دي يا ضرغام؟ أنت ما تدري، بس التلاجة هذه ممكن تسمعنا. بين كده الفضائيين دخلوا دماغ التلاجة الجديدة بتاعتك دي. لا تبدأ تاني في موضوع الفضائيين هذا، اسكت، عندك فكرة قولها. عندي، إحنا هنقتحم نظام التلاجة دي ونغيره تماما. دو وطي صوتك، ادخل هنا، ادخل. ممكن تفهمني ايش حنسوي دحين؟ بسرعة، حط جهازنا في التلاجة عشان احنا حنتصل بيها من غير سلك. حندخل بالجهاز ده على النظام اللي التلاجة متوصلة بيه، وحنغير كم حاجة بسيطة كده فيه. بتكتب بسرعة مرة، ايش الشطارة هادية فلفيلو؟ لا انا بدوس كل الزراير على ما الكمبيوتر يفتح. طيب طيب، لا تدوس كتير بس عشان ما تطلع رسائل غلط. خلاص فتح اهو، دلوقتي احنا جوه نظام التلاجة. عايزين نعمل ايه بقى؟ شوف، شيل الباسورد نهائي،
واقفل كاميرا المراقبة وخلها ما ترسل رسائل للعنود. خطأ في الشبكة، بدو بروتوكول الحماية المكثف. ايش بيصير؟ اهرب دي بتطبطبنا. قوم بسرعة ساعدنا يا بابا، حنا في مصيبة كبيرة. ايش اسوي؟ بسرعة ادخل جيب دليل استخدام الثلاجة من غرفة النوم وتعال على الجراج. اركب بسرعة يا فلفيلو. جاي اهو. هو ابو السباع راح فين؟ انا جيد الدليل معايا اهو. انتبهوا. ما بنتحركش. ايوه ما بنتحرك، في شيء مانعنا. مرحبا. ايش ده؟ التلاجة ورانا. فلافيلو سوي شيء بسرعة. سيب لي الموضوع ده وسعه، انا متأكد ان مفيش تلاجة تستحمل الزغزغة بتاعتي. لا تمسح يا واد. عبثا تحاول. شكرا. لا ارجوك. المقاومة صعبة. ها ايش المكتوب في الدليل يا فلافيلو؟ مكتوب اتصلوا بالخدمة الفنية في الحالات الطارئة. خد النمرة. ايه؟ بتصل. يومك سعيد، للتعرف الى المزيد عن الثلاجة الذكية 3000 سيتم الرد عليك حالا. مش هيشغلوا موسيقى الانتظار بتاعتهم؟ الو يومك سعيد، اسمي جميل، كيف استطيع مساعدتك؟ بتدينا بالطماطم يا عالم. ماذا اتقول؟ طماطم؟ هل تريد طماطم؟ لا احنا ما نبغى طماطم. التلاجة 3000 خرجت عن السيطرة وبتحاربنا، انت لازم تساعدنا. لا تقلقوا، بل تحضروا المنتج للصيانة. اتمنى نوصل للصيانة وحنا بخير وما حد فينا مصاب. بسرعة يلا. التلاجة بتاعتكم رمت عليا محشي يا درغام، سامحني كلته. ما في أحد هنا ولا إيش؟ المكان هذا ليش فاضي كده يا ولدي؟ أكيد كلهم في اجتماع دلوقتي، مهمين قوي اللي بيشتغلوا هنا. هذا مكتب المدير، تعالوا يلا. ما في أحد هنا. هاي لدينا زوار. صوتك تغير يا درغام. أنا المتكلم. عذرا لما الخوف، نحن من ندير المكان هنا، غلاية المياه، الطابعة، ماكينة التصوير بالألوان. مش مصدق، الآليين احتلوا العالم ومش هيسيبونا. شكرا، الفضل يرجع إليكم. كيف؟ بدخولكم لنظام الثلاجة الذكية 3000 اخترقتم النظام الرئيسي ومنحتمونا الذكاء الاصطناعي، فاستغنينا عن كل البشر في الشركة. لذا نود إعلامكم أن الشركة الآن تحت سيطرتنا. إيش هنسوي دحين؟ بس عندي فكرة، إيه أسرع حاجة ممكن تبوظ أي جهاز كمبيوتر؟ أنا بالضبط كده. عفوا عما تتحدثون معا، هيا بسرعة امسكوهم وتخلصوا منهم. يلا يا أبو السباع. يا الحظ، أنا نزلت البرنامج تحت بالغلط. هاي ماذا تفعل؟ أنت صغرتني ولم أعد أراك، أعدني كما كنت رجاء. بس كنت أحاول أدخل على الإنترنت. لقد أفسدت إعداداتي، أخرج منها بسرعة. ودحين أنسخ كل الملفات هذه. إياك، أنت تنسخ الاختصار أيضا، ستفسد كل شيء. يلا يا جدي يلا بسرعة. ودحين أنظف وأنقل الكمبيوتر كله لسلة المحذوفات كده. هل أنت مجنون؟ لا. أيوة. سويتها يا ابو السباع، سويتها. فكرة تنظيف الكمبيوتر بتاعتك كانت عبقرية قوي. احنا اساتذة وياما خربنا كمبيوترات كتير، ولا تراك نسيت؟ يلا نرجع على بيتنا. كده التلاجة باي باي يا درغام. صحيح، وانا شكلي كده راح اضطر اسوي دايت لمدة كبيرة غصب عني. وانا كل ايه لما اجيلكم؟ رأيكم حيقفلوا المدارس؟ أكيد أكيد، بصوا رستم باشا بقى كلب متلج. بلي 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 بلي. تعالوا الأخبار هتبدأ يلا. الأخبار. شوفوا إيش كاتبين. اليوم البقالات اللي في المنطقة مقفل اليوم بسبب التلج الفظيع هذا. البقالات يعني؟ أولي.
استنوا اسمعوا الباقي. وبسبب التلج الكثير في المنطقة كل المحلات قفلت، وبالذات محلات يلا قولي محلات الكفتة كلها قفلت. ايش؟ لا شوفوا ايش كاتبين. شكلي كده هفتح محل كفتة. كاتبين كل مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية إجازة. يلا نطلع الشارع ونلعب بالتلج. أولي يلا يلا تعالوا. أنا بقى مش هتكسف من سني ولا هخاف على صحتي. مباراة كرة التلج. انتبهوا. هاي خد يا غو، بلعت كرة التلج. طعمها مش وحش. هجوم عكسي. يا جماعة خليكم منظمين، محدش يرمي على الوش، كله بيرمي على وشي، بيرمي على على وش. ما ترموش ما ترموش جس فيا. جس فيا اتجمد. احنا هنبني احسن راجل تلج في المنطقة. سمعت يا كمبار؟ صار عنا منافسين. راجل التلج بتاعنا ده ما فيه زيه، لابس نظارة شمس وكمان عنده سام ضابط التلج. انا دايما عصبي ومتنرفز، وهخلي رجل التلج بتاعي زيي. هتلج بسرعة، هات الجزر مشان ورجيهم هلا شو بدي اعمل. مواطنين الحي الكرام، اتخذت قرارا فوريا، وهو تنظيم مسابقة أحسن رجل ثلج في الحي، والمسابقة تنتهي صباح الغد، مفهوم؟ بابا لازم نسوي رجل ثلج. أيوة حنسوي. إيش نسميه؟ أبو طويلة. أيوة أبو طويلة، اسم سخيف مرة. حطوا هذا لازم تترررام. أقدم لكم أبو طويلة. وليش السطل على رأسه؟ أصلي ما لقيتش طاقية، هو كده جيمس بالبندق. ودحين لازم نحطه جوه الصندوق هذا عشان ما أحد يقلد رجل التلج حقنا أبداً. آه تصبح على خير يا بومبو. تمام يلا نمشي ونيجي الصباح. أوه بتعمل إيه يا رستم باشا؟ مستخبي؟ أوه أي شكراً يا فلافيلو. بتخطط ليه يا رستم باشا؟ رجعوا لي مسكوتي لو سمحتوا. يا ابني سيب البطانية في ايه. انت بتعمل ايه؟ مستحيل مستحيل. تمسكوا جيدا. ما مسكتش كويس. أوه آسف جداً، وسعوا بسرعة، أنا رايح أكسب مسابقة أحسن رجل. يا مامي أنا بتزحلق، ساعدوني، حد يمسكني حد يمسكني. انتبه يا ابني لا تدفني يا حبيبي. بابا استنى. إيش الأخبار تحت؟ يلا انزل. لا لا ما تنزل، ممكن بعدين تطيح. إيش هذا؟ ده تلج مخفي. بقيت شبه كرة البولينج. أبغى أعرف وين أبو طويلة. شوف يا بابا كيف هذا حصل. طلع من شرنقته وطار زي الفراشة. طرسان وطرزان وطمان هم اللي سووا كده. تعالوا يلا نروح لهم. يا ريس أين رجل الثلج؟ أهم جم اللي سرقوا رجل الثلج بتاعنا. لا أنتوا اللي سرقتونا. ورجل الثلج وين راح؟ ضابط التلج وين راح؟ لو ما عملش اللي قلتلك عليه ما بقاش أنا كرومبو. اسمك مش كده أصلاً. كفك. كده تكسفني يا مان.
الصندوق بيتكلم. صندوق ايه؟ انا رستم باشا. وايش اللي صار لملابسك؟ مش هتصدقوا اللي حصل، بس رجالة التلج سرقوا هدومي كلها. معقول؟ انت دماغك اتجمدت تاني ولا ايه؟ التكييف اللي في المحل بتاعي اتسرق. ايش؟ وانا التكييف بتاعي اتسرق برضو، وانا تلاجتي اختفت. في اشياء غريبة مرة بتصير في الحي اليوم. انا ما بعرفش اعزف غير دي. اسحب اسحب زر هذا، خلك منه، ما ينفع. خذ هذه الثلاجة، اخلع التكييف. الحين ايش بنسوي بكل هذه الثلاجات والمكيفات؟ هنجهز بيتنا. هي ما تهزرش، وزي ما انتوا عارفين طبعا لما الشمس هتطلع هتسخن الجو، فالتلج يدوب خالص، واحنا بقى هنختفي من على وش الارض، فاحنا هنسقع الدنيا حوالينا بالثلاجات والتكييفات دي، واحنا هنعيش للابد. يا عمي يا عمي يا عمي، لو بتسمح ابي اخذ هذا التويستر حق السندوتشات. اسمع كلام ابو طويله. ابو طويله؟ ها؟ هو إيه الاسم ده؟ هو يعني أبو طويلة أصلاً؟ أنا مش فاهم. بالأمس اختفت ثلاجات وتكييفات عديدة من المحلات بشكل غامض ومثير جداً، وبناءً عليه أعلن رئيس البلدية ما يلي: لدينا شكوك أن رجال ثلج شريرين هم وراء ما حدث، لذا خصصنا جائزة كبيرة لمن يساعدنا في التوصل إليهم. سمعت تصريح رئيس البلدية؟ قال هيدينا جايزة لو مسكنا رجال التلج الشريرين. ونحن شلون بدنا نقضي على رجال التلج؟ كنت عارف ان اليوم ده هيجي، عشان كده اخدت احتياطاتي. من فين عرفت ان شيء زي هذا حيصير يا ابو العنين؟ انا في وقت فراغي احب اخترح حاجات. اتفضلوا، مكنة تجفيف الشعر اللاسلكية، واربطوا المولدات دي في ظهركم. وانت كمان. وانا كمان وانا كمان، ده شكله حلو. هذه اللحظة اللي لازم نتحد فيها وننسى كل الكره والعداوة اللي بيننا. خلاص ماشي، هنمشيها المرة دي بس. هذا مو بكيفك، سامع كلامي؟ إذا يبقى عبء أوي يا درغام، خلينا أصحاب. ها؟ شوفوا، في خبر على الإنترنت، رجال التلج موجودين في تكنو مول، بس يا جماعة حاطين كماين مرة كتير في الطريق. يا جماعة احنا محتاجين سيارة كبيرة عشان نعدي الكماين هادي. يلا اركبوا خلونا نروح. واو، هادي سيارة التلج حقت البلدية. احنا لازم نقضي على رجال التلج. ما تنسوش تجيبوا لي لبس اللي سرقوا. طاقيتك حلوة، من وين جبتها؟ ما أدري بس أكيد جايبينها من محل. هاي هاي هاي، في أحد جاي صابنا. وسع وسع، أنا جاي. لو بنخسر نخسر بشرف. وش تقول؟ أنت مو شايف؟ وصلنا، كله ينزل بسرعة. يلا انزلوا بسرعة. لو رفعت صوتك الكل هيفهمك. تمام، اعمل اللي تعمله. غريب. بصوا يا جماعة، لو حطيتوا اختراعي الجديد العظيم في نص قلعتهم التلجية وشغلتوه، أكيد هنقدر نخلص من كل رجال التلج. أيوة، بس هندخل إزاي من غير ما ياخدوا بالهم؟ نتنكر في رجال تلج وندخل عليهم، بس التلج ما حيخلينا نعرف نمشي، إحنا لازم نلاقي شيء تاني. بتبصلي ليه؟ ما راح أسألك ليش جايب معاك كريم شانتيه، يلا جيبه، أنا أعتقد إنه راح يساعدنا. لا حد يتكلم. يومك سعيد يا فندم، طاقتك حلوة قوي بالمناسبة. لا تصرخ كده، انت اللي ما تزعقش يا اخي، لحسن رجال التلج يشكوا فينا دلوقتي. اسكتوا بقى هتفضحونا. احط دي فين؟ ظهر اتقطم. جمعنا كل التكييفات الموجودة والتلاجات، خلاص ممتاز كده، احنا جاهزين لشتاء عمره ما هيخلص ابدا. العصر الجليدي بدأ. المكيفات اشتغلت، يلا نشغل الجهاز. تمام، ضبط الحرارة، دوبة رح يشتغل. استنوا، انتوا بتعملوا ايه؟ ابو طويلة، ده احنا يا راجل اللي عملناك، ما عرفتناش ولا ايه؟ امسكوهم بسرعة قبل ما يهربوا. لا لا ابدا، ما عندوش حق خالص. امسكوهم يلا بسرعة، لا يفلتون. ماكينات تجفيف الشارع. ها انتوا عملتوا ايه؟ انا هقضي عليكم حالا. ايش ده؟ هدول خربوا. مش هتقدروا تخلصوا علينا، احنا مش حاجات تنسوها بعد ما تستمتعوا بيها شوية.
أنا مش حسيب ولا واحد فيكم. يلا دوس بسرعة. يلا سلام يا أبو طويلة. ها لا زلزال، المكان راح ينهار كله. إيش بنسوي؟ باب الخروج انسد. إيش بنسوي؟ اركبوا بسرعة. أنا مش فاهم أنت بتقول إيه، بس أنت صديقي العزيز. هاي نجحنا، إحنا حلينا المشكلة خلاص. بتهيألي كده ممكن نرجع أعداء زي ما كنا. كيف يعني؟ كده يعني. يلا بسرعة يلا بسرعة أنا باكل سندويتش مش فاضي الحاج. هذا مو وقت الأكل يا فلافيلو، إحنا بنخسر. أنت إيش بتسوي يا رستم باشا؟ باين كده إن في حد بيشوي هناك، أصلي في دخان في كل مكان. لا ترمي قنابل، لا ترمي. ما فاضلش كتير، هتخسروا خلاص. عرفتوا منذ البداية أننا سنهزمهم. ها؟ إيش ده؟ كده كلنا خسرنا، ما في غير فلافيلو هو اللي باقي. أعمل إيه؟ كلهم بيجروا ورايا يا لهوي. اعمل خطة يا ابني، اعمل خطة. لا مش هعمل خضرة، وانا الاقي فين الخضرة دي دلوقتي؟ بس فلافيلو، البنت دي بس هي اللي فضلت من الفريق اللي ضدنا. انت انتهيت وخسرت. فلافيلو هذا احسن شيء بتعرف تسويه في حياتك، لازم تفوز بالمباراة. ايوه دي احسن حاجة بعملها في حياتي، لازم اكسبها، لازم اكسبها. ايوه حكسب، اكيد حكسب. اضرب اضرب. شكلها ايوه ايوه كده انا كسبت. يعني انا خسرت؟ شفتوا كسبتها ازاي؟ كسبتها زي ما قلت لكم، انا اللي كسبتها. بابا بص شوف، انا اللي كسبت يا وعدي. باردون لا مؤاخذه، فلافيلو اللي فاز. فلافيلو. ايه ده؟ باين تليفوني بيرن. الو الو. ايوه سامع بجد. اوه اوه تمام تمام. باي باي باي، نزلوني بسرعه يا جماعه. كفايه كده، نزلوني شويه كمان واحرم الساق. نزلوه نزلوه يلا. ايش اللي صار؟ مين اللي اتصل؟ هيكون مين؟ بابا وماما، اصلهم جايين يزوروني النهارده. طيب هذا شيء حلو. ما تهزرش، دي مش حاجه حلوه خالص، انت مش فاهم ده معنى انا كده رحت في داهيه. بتزعق ليه يا عم انت؟ عيلتي فاكره اني بشتغل شغل محترم، وانا في الواقع واحد بيلعب طول اليوم. عرفت بقى دلوقتي انا عمال بزعق وبعيط جامد ليه؟ لا تقلق ابدا يا فلافيلو، احنا كلنا رح نوقف معك. هتوقفوا معايا ازاي؟ رح نرسم سيناريو كانك شخص غني وناجح واعمالك كثيره وكبيره. ايه الكلام ده بجد؟ يا سلام عليك يا كبير، يعني اخيرا حنعمل حاجه تانية ما لهاش اي لازمه في الحياه. انت ليش لابس البدله هذه يا فلافيلو؟ بما انك المساعد بتاعي ولابس بدله حلوه قوي كده، انا كمان مدير وهلبس بدله وابقى برنس البرانيس. انت كده تمزح يعني، مو للدرجه. طيب طيب خلاص اهم جايين علينا. اوه يا حبيب قلبي ماما، فلافيلو وحشتني يا فلفولي. فلفولي؟ اهلا يا بابا، هات ابوس خرطومك. اوعى كده، فهمني ليه ما جبتناش في طيارة خاصة؟ أجيبكم في طيارة خاصة؟ أصلي عشان طيارتك الخاصة في الصيانة. أيوة أيوة، العجلة فرقعت، المساحة باظت، وكمان الراديو اتحرق. هي طيارتك فيها راديو؟ مش مهم الطيارة يا ابني، يلا نروح على بيتك. يلا ماما فيلا. الراديو في الطيارة ازاي يا ناريمان؟ اهلا وسهلا بيكم يا فندم، اتفضلوا. مين ابو شنب اصفر ده يا فلافيلو؟ ده السواق. اتفضل اتفضل يا بابا. برافو يا ابو شنب اصفر. ابو شنب اصفر؟ ايه العربيه الوحشه دي يا فلافيلو؟ انت مدير قد الدنيا يا ابني، ازاي يعني ما عندكش ليموزين؟ ليموزين؟ لا كيف عنده طبعا، بس كره الديسكو انكسرت. ايوه كره الديسكو اتكسرت. ازاي يعني في كره ديسكو موجوده في العربيات؟ في ايه؟ مفيش، بس انا لازم اظبط مكياجي. ما تقلقيش يا ماما فيلا، هنوديكي البيت عشان تظبطي مكياجك هناك براحتك. يا ابو شنب يا سواق. افندم. يلا ودينا البيت بسرعه، وايدك تفضل على الكلاكس. تمام يا افندم، كله يمسك كويس. ايه البيت الوحش ده يا فلافيلو؟ بذمتك ده بيت مناسب لمدير في مركزك؟ هذا
مجرد استراحة مستر فلافيلو بيه. أيوة بيتي قصر مفلفل كبير. أنا جعت يا جماعة، هروح أحضر أي حاجة علشان أنا عايزك. لا حضرتك اجلسي مكانك، في طباخ. في طباخ؟ مين ده يا ليث؟ دا 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 الطباخ موجود يا جماعة وتحت أمركم. بس رستم باشا ما بيفهم في الطبخ. هحضر لك طبق مميز جدا وجديد يا فندم وعمرك ما دقته في حياتك. قولي إيه هو يا ترى؟ طاجن مخدة في الفرن. طاجن مخدة في الفرن؟ إيش ده؟ رسالة؟ جدني رسالة. هو بيصرخ كده ليه يا ابني؟ لا ده أبو شنة بصفر ساعات فولتو بيلسع عادي. تعالوا بسرعة تعالوا. يا ابو شنة بصفر بتعمل كده ليه؟ شوفوا كده، انتوا صدقتوا ولا ايش؟ ايه ده؟ ده تليفون. يا سلام، اقروا الرساله هذه. مبروك، ربحتم الفرصه الذهبيه للمشاركه في مسابقه الدهانات الشقيه. مش ممكن اللي بيحصل. يعني خلاص قبلونا في المسابقه؟ انا ماني مصدق. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ كده مش هعرف ادخل المسابقه وعيلتي موجوده عندي. انت حتشارك معانا بس في السر، حتسوي كأنك رايح الشغل عادي وتيجي معانا. تمام نجرب كده. يا فلافيلو يا ابني الاكل فين؟ انا جوعت قوي. انتوا بتعملوا ايه هنا يا جماعة؟ اصل احنا الراديو انحرق. ايه؟ انا كنت في اجتماع مهم مع عمالي. احالب عليكم، محدش يرقص تاني في وقت الشغل وإلا هرفدكم رفدا رفيدا. حاضر. قلت بطلوا دلع يا ابني. طالما انت بتشتغل شغل مهم قوي كده، زبطت لك اجتماع مع صديق اعرفه من زمان. على فكرة الراجل ده صاحب شركة مهمة وكبيرة، قال لي انه عايز يدخل معاك في شراكة ويعمل شغل كبير وكتير. مستنيك بكرة الساعة 7 بالليل، هتروح تقابله في مقر الشركة بتاعته. حاضر يا بابا. يلا اتفضل عشان نقعد ناكل. يلا اتحرك قدامي. حاضر يا بابا فيلو. فلافيلو قدامه شغل كتير مرة. ايش الريحة هادي؟ شكلي نسيت المخدة في الفرن. مش مصدق عينيا، المكان طلع احلى من اللي تخيلته بكتير قوي. اوه شوفوا كده، هدول عندهم شركات رعايه، يمكن في اخر المسابقه يصيروا رعاه لاي احد راح يفوز فينا. اوه وبعدها ما حنعرف نعد الفلوس ولا نلاحق على الشهره. شفت برنامج المسابقة؟ أول مباراة لينا مع فريق اسمه ذئاب زمان. هات الورقة دي كده. اسمي موجود، بقيت مشهور. ذئاب زمان. دول أكيد هيبقوا عواجيز قوي. حتى وانت تمشي مو بقادر تطالع قدامك ايش بتسوي يوم المباراة. كفك كفك. صح لسانك أخوي. محبي الدهانات القوية الشقية، أهلا بكم في المسابقة الكبرى، والآن سنبدأ مباريات المرحلة الأولى. هل أنتم مستعدون؟ أجل. إذا استعدوا فالمنافسات ستنطلق. أجل. اترياكم يا صغار يا حلوين. بتعمل ايه يا فلافيلو؟ تتوتر. بعمل كده. اهدوا يا جماعة، ليش متوترين؟ حنفوز اكيد، عشان احنا فريق مرة قوي. هاتوا ايديكم نتواعد. فريق مرة قوي. يا لهوي، انا لازم الحق اجتماع الساعه 7 مع الراجل. اهدى يا فلافيلو،
المباراة الساعة 8، يعني أكيد هتلحق. بس اوعى تبتدوا الماتش من غيري. بصوا عمل ايه؟ واضح انه كان لابس البدلة تحت هدومه. حاسس اني اتبخرت من الحر. استاذ حضرتك ما تسأليش أسئلة، أنا متحمس. ها أنا كده هدخل إمتى؟ حضرته باجتماع هلأ، رح يخلص بعد شوي ويقابل. تمام كده أنا فهمت، أنا حترعش كمان شوية. كده الماتش النهائي قرب يبدأ، أنا لازم أمشي حالاً، مستقبلي بيضيع. أنا جاي لك يا مستقبلي. تمام يا سلوى، أقدر أقابل ابن ناجي دلوقتي؟ بس حضرته ما نطر وترك. معقولة ده؟ فلافيلو فين راح دحين؟ المباراة راح تبدأ يا جماعة. أنا جيت. تمام يلا ندخل، ما عندنا وقت، خلاص يلا امشوا. استنى عندك يا ولد. بابا فيلو، حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا اتفاجئت. انت اللي بتعمل ايه هنا فهمني. انا اتصلت بصديقي وعرفت منه انك ما دخلتش عشان تقابله، ولما جيت تمشي ده وقع منك من غير ما تحس، ولولاه ما كنتش عرفت انت بتعمل ايه من ورايا. مش بعمل حاجة خالص يا بابا. انا سألت عنك وانت ولا مدير ولا عندك شغل ولا اي حاجة، انت ما عندكش عجلة عشان يبقى عندك ليموزين زي ما قلت. ازاي يا ولد تكذب علينا وتخدعنا؟ أرجوك. أنا بعترف إني كدبت، خدعتكم عشان مهما عملت مش هيعجبكم. أيوة أنت طول الوقت عايزني أبقى راجل أعمال زيك، بس عمرك ما فكرت أنا بحب أعمل إيه ولا عايز إيه. كنت عايز سعادتك بس، بس عمرك ما فكرت في سعادتي أنا. أنا بحب ألعب الفيديو، يا ريت تفهم. يلا يا جماعة عندنا ماتش، عن إذن حضرتك يا بابا. بس هكسب الماتش وارجع لك تاني، هروح أعمل حاجة اللي أنا بحبها. تتصور وأنا جسمي أشعر جدا، بص إيدي كده بص. ما في وقت للكلام هذا، لازم تفوزون. موعدنا الآن مع اللقاء الفاصل المرتقب، الفريق الجامد قوي ضد الأطفال المجاني. الفريق المرة قوي، انتوا جاهزين؟ احنا فريق مرة قوي. يحدث الأطفال المجانين متقدمون، الجامدين قوي لم يتبقى منهم أحد إلا فلافيلو. فلافيلو فلافيلو فلافيلو. أيوة إحنا كلنا خسرنا، أنت أملنا الوحيد دلوقتي يا فلافيلو. لا تنسى يا فلافيلو، هذا أحسن شيء بتسويه، يلا صدقني أنت رح تنجح. أكيد هنجح. حظي سيء. وأنا خسرت. فلافيلو يلا، مو باقي غير واحد قدامك، يلا اصبغه اصبغه. ايوه كده، ايوه بالضبط. يا ملك فلافيلو انت البطل. الفائز بالمسابقة الفريق الجامد قوي، وجائزة أحسن لاعب في المسابقة لفلافيلو. فلافيلو 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 فلافيلو. فلافيلو بي، إحنا بنراقبك من المرحلة الأولى للمسابقة، معجبين بأسلوب لعبك الحريف، جايين نبقى الراعي بتاعك، وياريت نتكلم في أي وقت. دلوقتي بتترعش من الفرحة. يا ابني مبروك يا حبيبي، واضح انك نجحت في حاجة صعبة قوي. سامحني ما قدرتش اللي كان نفسك تعمله في حياتك. انا بصراحة فخور بيك وبنجاحك. مش مهم يا بابا، انا فرحت قوي انك فهمتني. وريني الكاس ده كده يا ابني، يا ترى ده معمول من ذهب حقيقي ولا نحاس ملوش لازمة؟ بابا. بهزر يا ابني بهزر.
قال أفلاطون: الأخلاق والمكر يتشابهان ويعتبران كفتي ميزان مختلفتين، لو تنازل كل واحد منا للثاني. كلامه جميل جداً، صحيح؟ لذلك الفلسفة مهمة جداً جداً يا أولاد، ومفيدة وتجعلنا نفكر. المهم، غداً سوف أضع امتحاناً على المواضيع التي تحدثت عنها اليوم. الجميع يذاكر من أجل الامتحان. سأترككم هنا. هيا يا أولاد، تفضلوا، انتهينا اليوم. الجميع يذاكر جيداً من أجل الامتحان. يلا يلا نمشي، اليوم خلص أخيراً، كان يوم طويل. يلا لعب. أنت شفت الأسئلة دي فين؟ طبعاً رأيتها. أنت كمان بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ نعم، أفكر في الذهاب لأكل آيس كريم. لا، أنا مش بفكر في كده. الليلة دي ناخد الأسئلة من الدرج ده، تمام؟ تمام، بعدها نأكل الآيس كريم. ها؟ هو أنت سمعت اللي إحنا قلناه يا ليث؟ ها؟ لا طبعاً. أنت مش هتفتن علينا، إحنا أصحاب مش كده؟ أيوة. يا جماعة، المدير قريب حيطلع معاش، تفتكروا يا ترى مين اللي هياخد مكانه؟ رأيي نخلي فلافيلو يبقى هو المدير. اقتراح رائع، بس يا ترى بقى هو هيقبل؟ طب يلا نسأله يمكن يقبل. فلافيلو، ايه؟ في ايه تاني؟ ايه يا جماعة الإزعاج ده؟ فلافيلو بيه، ممكن يا ترى تساعد؟ تمام، شش، أنا فهمت، ما تتكلمش أكتر من كده تاني، أنا قابلت المهمة دي خلاص. في أحد هنا؟ آسف جداً يا حضرة المدير، أنا آسف للحظة سرحت في خيالي، أرجوك ما تحبسنيش، أرجوك سامحني، أنا آسف بجد سامحني. عم فلافيلو بالراحة واهدى، هذا أنا ليث. أنت مش المدير يعني مستر ليث؟ أيوة ليث، أنا مو المدير ولا شيء. أوه طمنتني. إيش بتسوي هنا وإيش هذا؟ دول ولا حاجة، المدرسة كده كلها مشيت، أنت بتعمل إيه هنا دلوقتي؟ أنا يعني ما أعرف، قلت نروح سوا البيت مو أي شيء تاني. بس أنا ورايا شغل كتير يا ليث، هنضف ملعب السلة من أوله لآخره، وأحط الكور مكانها، وبعدين هعوز ألعب بالكور، هرمي الكور على الحيطة، فهتخبط في راسي، هقع، فهيغمى عليا وما أقدرش أقوم لفترة طويلة، وأقوم جعان، ورايا شغل كتير. ها، أنت عايز تقول حاجة أصل باين عليك. إيش اسمه؟ إنه كان في الدرج في الفصل وكده، لو تقدر بس تنتبه أرجوك. بتقول إيه؟ يعني هناك في أسرة الاختبار، وبعدين النسر فيدو والغوريلا فيدات. مثلاً يعني ممكن. هو أنت كويس يا ليث؟ حيدخلوا في الليل والدرج وكده، أسرة الاختبار راح ياخدوها وكده. أنا بقى دماغي قربت تسيح غالباً على كده. ما تقول أنت عايز إيه بالظبط يا ليث؟ عايز فلوس؟ أوف، أنت لسه ما فهمت؟ مو مشكلة، أنا ماشي. أنا راسي بقت ممسحة علشان خاطر الولاد دول يا فلافيلو بيه. لا، النكتة دي وحشة أوي. لازم أحد يوقفهم، بس كيف يحصل؟ مؤكد مفهوم يا أستاذ، رئيس الحي قادم هنا بعد قليل، وعلينا تأمين المنطقة. طبعاً، الشرطة رح تساعدني، بس ما رح ينفع أقول لهم شيء عشان أصحابي ما يقولوا علي فتان. لو ما عرفت أفهمهم من دون كلام، الورق ما حينسرق ولا شيء حيحصل. عم الضابط، ممكن لحظة؟ ماذا يا بني؟ إيش اسمه؟ تمام، أنا حقول. ما الذي تحاول قوله؟ كوري 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 كوري. دونجري 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 دونجري. يا ابني، أنت تسخر منا أم ماذا؟ علينا الذهاب. دونجري 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 دونجري. يلا نهاروش، روش روش روش. فوري 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 فوري. ترتو ترتو ترتو. دك دك. هولي هولي هولي. برا برا برا. بري بري بري. هننا هننا هننا. فت فت فت. دونجري 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 دونجري. وبعدين تر 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 قاموا هم سووا تش تش تش، وفي الاخير راحوا مسويين بلوم 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 بلوم. Thank you.
هشرح لك. هندخل من الجنينة وبعدين نعدي من الكانتين، ومن هناك هنوصل للفصل. أنت ذكي حقا، أتمنى أن تكون ناجح في دراستك أيضا. ذكي بس درجاتي وحشة قوي زي كل العباكرة. عم فلافيل أهو ماشي، مفيش حد في المدرسة، يلا ندخل. لا ما يصير كده أبدا يا ليث، لازم أتصرف وأسوي شيء تاني. يا ريت كان بكرة أجازة ولعبنا طول اليوم وما روحناش بدري. بالزبط، يا ريت الفضائيين يحتلوا المدرسة. الفضائيين؟ أعتقد أنا عرفت إيش راح أسوي. أنا حشتري هذه البلالين، وممكن منفاخ لو سمحت. تفضل يا ابني، المنفاخ ده بيشتغل بالبطارية. البلالين هذه تتنفخ أكتر؟ يعني ممكن شوية كمان، بس خلي بالك منهم لا يفرقعوا. انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ نحن لصوص واشرار اليس كذلك؟ هناخد اسئله الامتحان بس، ملوش لازمه كل ده. مفهوم، لكن علي فعل شيء. او ورا اي وت ورا ها. بلاش كلام فاضي. كانت آخر واحدة. طير يلا يا وحش يا فضائي، أبغاك تخوفهم ويطلع يركضوا. تمام، كل شيء جاهز، حبدأ الحين. الحقوني، الفضائيين هجموا على المدرسة، ساعدوني، أنا ما شفت ولا سمعت عن شيء زي هذا قبل كده. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انا مش عارف الصراحه، ما بعرف حد جاي. لو سمحتم الكل يرجعوا الى الخلف. ماذا؟ هذا هو الولد نفسه. الحقوني، الفضائيين هجموا على المدرسه. دعني ارى، الفضائيون احتلوا المدرسه، عملنا هنا انتهى. نعم يا سيدي، لنتحرك ونذهب للمدرسه. انتم تشاهدون المباراه ام ماذا؟ ما هذا؟ انهم فضائيين، بصفتي الرئيس ملزم ان اضغط على الزر الاحمر واعلن حاله الطوارئ حالا. اتفضل يا استاذي، زرارك الاحمر. شو؟ فضائيين؟ رح دوقن طعم كيكتي يلي بالمكسرات. تمام، هناخد الأسئلة يلا دلوقتي. أوف، أنا ما هسمح لهم يشوفوا الأسئلة أبداً. انتظروا، ما راح تشوفوها. أنت بتعمل إيه يا ليث؟ ما ينفع تسرقوا الأسئلة. اتأخرت أوي يا ليث. امشي يلا يا صاحبي، اجري. ثانية واحدة، الورق ده فاضي، ما فيهوش حاجة. فاضي؟ كيف يعني؟ عم فلفيلو هنا؟ أستاذي؟ أهلا بكم يا أولاد، لم أتخيل أنكم ستخربون البلد كلها لكي تأخذوا أسئلة الامتحان. بس الورق، الورق فاضي ليش؟ لأن هذا هو الامتحان، إنه هكذا، لا توجد أي أهمية للورق. الامتحان هو أن أضع أمامكم الورق الفارغ هكذا لتعتقدوا أنها أسئلة الامتحان، لأني فكرت أن منكم من سيحاول أخذ هذه الأسئلة وسيرسب، وآخرون سيحاولون إيقاف من سيأخذهم وسينجح. عشان كده سويت نفسك مو فاهم شيء مني يا عمو فلافيلو؟ لا، أنا أصلاً عن نفسي مش فاهم حاجة خالص، شوف دماغ فاضية. فكرت أن بدلاً من عمل امتحان لكم عادي وتقليدي، قلت أرى عملي ما هو معنى الأخلاق بالنسبة لكم. هاي، أنتم بخير؟ الفضائيون دخلوا هنا؟ لا يوجد فضائيين، إنها بالونات طائرة، لم تستطيعوا فهم شكلها؟ إذن ماذا الآن؟ لابد أن يحدث شيء، وإلا لماذا أتينا؟ هناك اثنان حاولوا سرقة أسئلة الامتحان، احبسوهما. تمام، يذهبون في الحال، واتصلوا بأولياء أمور هؤلاء الأشقياء ورتبوا مقابلة في مكتبي، وجهزوا زر الأحمر حالا في حالة حدوث أي شيء غريب. أنا آسف، خلاص مش هعمل كده تاني أبدا، صدقوني وبلا
بدناش تكلموا بابا. هاد لأنكم تعبتوني على الفاضي. أحسنت يا ليث، سأعطيك 100 نقطة لدرجاتك. شكراً يا أستاذي، أنا سويت الصح. طب وأنا هتديني كام يا أستاذ؟ ماذا سأعطيك يا فلافيلو؟ هل أنت طالب؟ أيوة عندك حق، أنا هنا مش طالب، أنا عامل هنا، هروح بقى أشتغل، هنضف شوية. أما أشيل البلالين في حتة مستخبية كده. أيوة، إيه اللي بيحصل ده؟ في إيه؟ في إيه؟ يا ماما، يا ماما، يا ماما. أنا شايف كل حاجة من هنا، مش ده نجمي المعزة؟ نجمي؟ شوف شوف، أنا طاير طاير، إيه رأيك؟ أنا مالي؟ غيران! أسي بدجع! غيران! غيران! إحنا بنعلى أكتر ولا إيه؟ أهلاً وسهلاً بكم أعزائي في مسابقة الحي الجديدة. سنبدأ بالسؤال الأول. ممكن نبدأ بالسؤال اللي احنا نختاره معلش؟ لا. طب ممكن ناكل سجقية كده في السريع؟ لا، والميكروفون أمامك الآن. السؤال يقول: متى تم إلغاء البشوية ومن آخر البشوات؟ رستم باشا. أفندم، إجابة صحيحة، 100 نقطة. قل لنا من تريد أن تعاقب وكيف. ممكن أكفخ رستم باشا بالطرطة في وجهه. ده مش عقاب حضرتك، دي هدية طعمة بجد. أنا النهاردة لن أبيت جوعاناً. والآن السؤال الثاني. البرازيل. أنا لم أسأل بعد، هل أنت بخير؟ تمام، وإنت أخبارك إيه؟ سكوت رجاءً. حاضر. المهم، السؤال الثاني، ترى من أكثر الماعز عنداً في حيكم؟ المعزة نجمي. لا ده ما أنا، لا 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 لا، أنا ما عنيد كده. لا تعاند قدامهم يا نجمي. إجابة صحيحة، 100 نقطة للأستاذ درغام. أخبرنا الآن من تريد أن تعاقب وكيف. اديني طرطة. المعزة نجمي تنزل تحت حالاً. أنت قصدك شنو؟ وصلنا الآن لآخر سؤال، ويقول الحي: أيوة كده، كلمنا عن الهمبرجر. أرجوك اسكت تماماً، المسابقة ليس بها سندوتشات. المهم، من هو العالم الذي أرسل حينا بالخطأ لكون موازي في الشتاء الماضي؟ أبو العنان. أنا ما كنتش قاصد فعلا، أنا ضغطت على الزرار بالغلط يا جماعة. اتنقلت بعدها فجأة الكوكب العناكب، إيدي خبطت على الزرار ومش قصدي. الفائز في المسابقة الأستاذ درغام، فلنحييه جميعا، والجائزة هي رحلة لك ولعائلتك لأشهر المناطق السياحية. العنودة تفرح مرة يا فلافيلو. ويهو، خلصت من غير ما يحصل لي أي حاجة. كرة بلاتس تطيح على رأس فلافيلو، يلا لو سمحت. الجائزة هذه بابا اللي فاز بيها، إجابك هنا يا عم فلافيلو. ده كان سؤال البنوتة. الفيل البنفسجي يسكت هيرد عليها على طول طبعا، عشان باباك يعيزها في الرحلة من غيري. خلاص؟ مو مصدق، مداخن حريات البحر طلع جميلة. فين حريات البحر دي؟ اسم مداخن حريات البحر جديد، هدول انعملوا بأثر التآكل من الموية اللي جت من الوادي فسموها كده. وهنا كمان في مدخن على شكل جمل ليه سنم واحد، فين يا ترى هادي؟ لقيتها، لا هي لقيتها، خد لي صورة يا درغام وانا كده. شو قاعد تسوي؟ يلا انزل. افهم، انا مو مدخنة، انا جمل حقيقي. ما تحبكهاش وتكبرهاش زيادة عن اللزوم كده. بس خربيط، انزل عني. في هنا كوخ قديم شايفينه، ينفع للتصوير على فكرة. ها؟ ايش صوت البكا اللي هناك؟ الكوخ المسكين هذا بيبكي. بلا مزح يا جماعة، ما في كوخ بيبكي. وبالنسبة لانك بتتكلم هذا عادي؟ هذا اللون الزهري اللي عم بيبكي. أنا تعيس جداً بجد. إيش اللي حصل؟ ليش بتبكي كده؟ سألت الأميرة الصغيرة فرد اللون البامبي وقال: وأنا ليه مش في قزقزح يعني؟ دخل الأمير الشايف في الموضوع فجأة وهو بيقول: بص شوف، رح نساعدك يا لون بامبي، رح نحطك في قزقزح. اللون البامبي سمع وفرح جداً وقال وبكل ثقة: ده حقيقي؟ شكراً يا صديقي. طيب هتعملوا كده ازاي؟ عرفني. لما سأل كده بصراحة الأميرة أم العريف اتكلمت وكأنها عارفة كل حاجة وقالت: أول لازم نخلي الدنيا تمطر عشان نطلع قوس قزح. في الوقت ده الملكة أم قلب طيب اللي واقفة هنا كانت بتفكر: أطبخ إيه بكرة يا ترى؟ يا ترى هيبقى فيه كفتة ولا فلافيلو؟ كافي، سيبك من موضوع الراوي هذا ولا تصدعنا، أنا فعلا ماني عارفة إيش حسوي بكرة على الغداء. أنا قررت خلاص ما رح أكون جزء من تفاهتكم اليوم يا حلوين، ورح أروح أتفسح وأتصور شوية كده. فايتك متعة كبيرة رح تندمي عليها من جد. أكيد أكيد فايتني كتير. يا جماعة اسمعوني، إيش نسوي عشان نطلع قوس قزح؟ نتفرج على فيديوهات قطط لطيفة على الإنترنت. كيف هذا يعني؟ بصي كده، كوتشي بوتشي فوتشي، كوتشي بوتشي فوتشي. آي لا لا، اللي أنت سويته هذا رسوم متحركة وما حيفيدنا في شيء.
محتاجين شاي حقيقي دحين. اشرب الموية اللي في السطل هذا يا عم فلافيل. اوه حلو قوي، خلينا نجرب. بلق 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 بلق. تمام، انفخ الموية هذه لفوق وكأن الدنيا بتمطر علينا. يلا وشوفوا. يا ولاد انا اسف فعلا، نسيت اقول لكم خرطومي مسدود خالص. فضل شوية كمان. بما إن خرطوم عم فلافيل ومسدود صار لفترة كبيرة، محتاجين فكرة أسهل من كده. وإيش الفكرة يعني؟ أنا راح أقول لكم. قولوا لي يا أولاد، المطر أصلاً كيف ينزل؟ حنعيط زي الكرتون الياباني كده لما بيضربوا بعض والمية تنزل من عينينا من الجنب زي الشلال، زي كده. تاني بتشرح بالكرتون لازم طريقة علمية، لازم نفكر بالعلم بالعلم. أنا هوريكم العلم يا أولاد، ركزوا. هنزل لكم مطر بالفلفل الأسود اللي معايا هذا. في سحاب حوالينا ولا لا؟ في واحدة جاية هناك. هاي هاهو، فلفل أسود كثير عليكي. يا سحابة أنا عندي برد. أنتوا ماسكين في العلم في العلم في العلم، صدعتوني. الدور عليا دلوقتي، شوفوا هنزله ازاي. انا هخليها ترخ. احنا ليش لبسنا اللبس هذا؟ شوش، بص كويس وتعلم. وخروا، المطر القوي جاي. اتمنى لك النجاح والحظ السعيد يا فلافيلو. شكرا لدعمك لي يا درغام. دلوقتي هنرقص راسة المطر. ايش رقصة المطر؟ عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر جوبا جوبا. هذه اخس اغنية سمعتها في حياتي يا لي. هوبا هوبا عايزين مطر، هوبا هوبا عايزين مطر. يلا يا ابني انت وهي. اوف تمام. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر عايزين مطر. المطر بدا فعلا. ايوه كده، هدف لفلافيلو. يا سلام عليا. انا مو مصدقه دحين. شوفوا اشعه الشمس رح تنعكس على قطرات المطر، وقوس قزح رح يظهر واضح قدامنا، وحنقدر نساعد البمبي بسهوله. تمام يا رزان تمام، تعالي نطلع فوق حالا. يلا. لكن كيف لقيتها؟ البالونات الطائرة هنا مشهورة، يلا نركب واحدة. أيوة صح، يا بتاع البرالين. هوبا، يلا طيرنا معاك. شو عم تعمل؟ أنا تبع بلالين. إزاي؟ بالوناتك مش بتطير يعني ولا إيه؟ لازم نركبهم، اسمعني بسرعة يلا. لا يا أستاذ، أنت فهمت الموضوع غلط. مو البالونة هادي، البالون هادا. واو، مو مصدقة. بمبي يلا شوف قز قزح طلع. بمبي اصحى يلا، الوقت جاي خلاص. انا نمت معلش، انا جاي وراك. باي، مع السلامة يا كوخ. الوداع يا ابني، بتمنى لك التوفيق. بسرعة يلا، لازم نطلع فوق في اسرع وقت ممكن. يا ترى مين رح يسوق البالونة؟ انا انا انا. لا يا فلافيلو، انا اصلا اكثر واحد بيلبس بدل في حياته، عشان كده هسوقها ولا تعترض. لا انا اكتر 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 واحد بياكل بودنج بالموز يا درغام. ايش؟ انا كمان اكل بودنج بالموز يا فلافيلو. هم دول على طول كده. استنى، راح يبدون مسابقة تنطيط الكرة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لا لا، نططت خمس مرات. انا هبدأ. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لا انا اللي حسوقه. خد عندك. لا انا سيبه. البالونه بتطير، نطوا بسرعه نطوا. شايفين قز قزح الجميل هذا؟ اتركوا اتركوا انت. بابا سوقه كويس عشان ما نطيح. اهو قز قزح اهو فوق اهو، ما فاضلش كتير. فلافيلو ابعد. ماذا تفعلون؟ فلتتعلموا القيادة. بيقول لك انت يا درغام سيبه شوية. لا بيقول لك انت. معلش انت قلت مين الكلام هذا؟ قزقزح بمبي، وصلنا القزقزح. نط يا بمبي ويلا روح لهم. مش هينفع اسيبكم في الوضع ده. مالك دخل فينا، روح حقك حلمك اللي حلمت بيه. بس انتم بتخطروا عشاني. يلا روح. هو فيه انا كمان في قزقزح مع عيلتي. يا سلام. هو في ايه؟ درغام الدركسيون شكله اتخلع. مو انا، انت سويت كده. خلاص تعالى يلا ننطط الكرة ونقرر مين اللي عمل كده وخلعه. ابدأ. واحد اتنين تلاتة. فرقعت البالونة. هقول للماما عليك يا درغام. الحقونا هنشوف ابطالنا هيقدروا يتخلصوا من الموقف ده ولا ايه.
تقدروا تتابعونا هنا لحظة بلحظة. إيش بتقول يا عم فلافيل وهجموه وقتك؟ البنت الصغيرة هتفضل تسأل أسئلة غريبة كده كتير، لكن يا ترى هتسكت؟ كل ده في الحلقة الجاية. فلافيل يا ليت ما اتخانقنا وكسبت لك هو. والأب يا ترى هيقدر يواجه أخطاء الماضي ولا فات الأوان وهيعيش ندمان؟ فلافيل لا تتمسخر، أنا من جد آسف إني دخلت معاك في مضاربة كبيرة عشان الدركسيون. يا ترى الفيل الوسيم أبو كاريزما هيسامح أبو شنب أصفر؟ تابعونا وحتعرفوا كل التفاصيل. يلا يا جماعة أسرع انقذوهم. قزقزح ما هنوقع. هولي بولي بو ولي هب يهو. بمبي انت بطل يا صديقي، انقذتنا يا اصحابي. ما كانش ينفع اسيبكم بعد كل اللي عملتوه. شكرا على كل حاجه. اشوفكم تاني في مطره جديده واوقات لذيذه. باي 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 باي. ها في احد يبكي تاني؟ مين المره هادي؟ انا اللي عم ببكي. انا كتير زعلان يا جماعه. ايش بك؟ ليش زعلان؟ انا من زمان كان بدي اشترك بسباق سيارات. فيكم تساعدوني حقق حلمي؟ لا ابدا. طيب طيب يا اللي برا، بس كافي، حتخربوا الجرس. ما ينفع تدوس عليه كده، اكيد انتوا سويتوا مشكله. الحقي يا عدوك الحقي. الحقي ايش في يعني؟ حتكونوا اخذتوا كاس العالم؟ ارسلتوا صاروخ للفضاء؟ لقيتوا طقم اسناني اللي انا ادور عليه؟ ها لقيتوني؟ لا لا، حاجه اهم من كده بكتير. علمنا حركه راس جديده لاول مره. لفه السلحفاء. ايش لفه السلحفاء هذه؟ هذه هي لفه السلحفاء. ليث يا ابني شيل السجادة بسرعة. شيلها كأنك بتلف كفتة، بعشقها جدا. سجادة كفتة. تمام، اتفرج كويس. فلافيل انت جاهز ولا لا؟ ضربة لفة السلحفاة. هذه مرة حلوة من جد. بيكي باو. خلصت عشان اروح اكمل الواجب؟ انت ما تاثرتي ابدا يا رزان؟ لا. انت ايش اللي فاهمك في الرقص اصلا؟ بقول لك ايه، انا مش عارف اقف يا درغام. ارجع هنا بسرعه يا فلافيلو. انا مش عارف ارجع، انا بلف الناحيه الثانيه. يا لهوي. سجادتي راحت يا ناس، الحقوني. ها لا تقلق يا العنود، هي لسه سليمه وانا بنزل اجيبها لك حالا. كيف في غواصة ماشية كده في الشارع؟ تفتكري ممكن يوقع عليها نيزك والسماء؟ إيش ده؟ إيش ده؟ إيش اللي حصل؟ أنا عصبت جداً! أوه يا لهوي، العنود اتنرفزت جداً. اشتروا سجادة جديدة إما حتنفجر فيكم. رزان عندها حق، اجروا 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 يلا اجروا اجروا اجروا. أحد يقول لي أنا فين حلاقي سجادة الساعة هذه؟ ها؟ هلاقيها فين؟ ملعب الكرة؟ دحين لازم نجمع فريق عشان ملعب الكرة، وللأسف ما في وقت لهذا. فكروا ممكن نلاقي فين تاني؟ أوه، شوف رستم باشا هناك إيش شايل؟ سجادة. جبت سجادة ببلاش وسليمة مش مقطعة. رستم باشا، رستم باشا طالعني، أرجوك طالع هنا. عايزين نبص على إيه؟ إحنا محتاجين السجادة هذه. قول لي بكم تبغى تبيعها؟ إنها زوها السجادة مش للبيع، في حاجات كده قيمتها عالية ولا تقدر بالفلوس يا درغام أبداً. اللي زي ما يهتمش بالماديات نهائياً بيهتم بالمبادئ مش أكتر. أربع بسكوتات. اتفقنا طبعاً. يا خسارة، بتفاصل وحش قوي يا رستم باشا. يلا يا حبيبي من هنا أحسن لك، أنت مش قدي. طب تبيع الأربعة بسكوت اللي معاك دول بكام؟ مش عارف. هديك بسكوتة واحدة ماشي؟ خلاص اتفقنا. هدى بقى، خد أنت ده. رستم باشا نصيحة، يا ليت ما تفاصل تاني. يبدو كده إن اتضحك عليا. تمام، إحنا حلينا مشكلة السجادة، خلاص كل شيء انحل. لا ما تحلتش. إزاي خلص خلاص؟ أنا خلصت. أنا لسه شوية. تمام، وأنا كده خلصت. قولي أنت كيف يعني سجادة وبتتكلم؟ لو كنت سجادة عادية ما بتتكلمش ما كنتش سألتني السؤال ده. نعم؟ نعم إيه دلوقتي وأنا بنادي عليك؟ السجادة هذه دمها خفيف. خفيفة قوي، بس بيتهيالي دي سوف. أنا قلت دمها خفيف يا فلافيلو، أنا ما قلت إن هي اللي خفيفة. يبقى وضح كلامك شوية، منع من الإحراج. ليش وكيف بتتكلم يا سجادة بيه؟ بصوا يا شباب، هدخل في الموضوع على طول. على حسب ما فهمت انتم محتاجين سجادة مش اكتر، صح؟ انا محتاج مساعدة، لو ساعدتوني انا هجيب لكم سجادة قيمتها غالية جدا وتمنها كمان، وعمركم ما شفت سجادة زيها. اوه، وانا ركزت معاك لما قلت سجادة.
طيب كيف نقدر نساعدك؟ الأول لازم نمشي من هنا. على فين؟ لبعيد، بعيد قوي وبسرعة. نروح ملعب كرة؟ أبعد، أبعد من كده بكتير. أوه، على دل السحاب. لا سحاب ولا سنجاب، المهم انزلوا من العربية بسرعة. إحنا كده بندخل في مواضيع خطيرة عشان سجادة ببلاش وحتشوفه. يلا خدوا البسوا الكالوشات دي. كالوش كلبوش امسك حوش. مامتكم ما علمتكوش ما تدوسوش على السجاد بالجزم عشان ما يبوظش. اما انت سجادة غريبة فعلا. المهم البسوا الكالوشات هذه. يلا تمام، الاول حنلف. مين علمك تعمل المؤثرات الصوتية دي؟ يلا هي 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 انا راح اسوق طبعا. هوب هوب، معاك رخصة سواقة سجاد؟ لا ما عندي طبعا. بهزر معاك، مش لازم اي رخصة. المهم يلا استعدوا عشان حنتحرك حالا. يلا حنتحرك. يلا بابا انتبه لا تصدم في السجادة اللي قدامك. انتبه يا بابا. السجادة اللي قدامي. ايوه احنا وصلنا المدينة خلاص، الطرق هنا مش زي عندكم، السجاد بيرفرف في كل حتة. تعاصف رامات منيح، كنت رح تفوت فيني. اسف اسف. في سجاد حلو هنا وشكله مختلف يا بابا. ايوه فعلا، احنا لو اخذنا واحدة الماما رح تفرح بيها وتسامحنا. ما تنسوش انتوا جايين تساعدوني، ده اللي احنا اتفقنا عليه. تمام، بس انت ما شرحت لنا ايش حنسوي بالضبط. دلوقتي هنقرب عند البرج اللي قدامك. للاسف هم حابسين عمار صاحبي في البرج ده من فترة. أخو عمار التوأم غدار وقعوا في فخ خلات حبس جوه بسببه. وغدار هذا كيف شكله؟ شكله شرير جدا، شرير جدا. لو قلتها وانت مضايق عينيك هتبقى مؤثرة أكتر، جرب كده. شخص شرير جدا، شرير جدا يا مامي. كل شي بدي رح يخلص اليوم، وبس اتجوز الأميرة رح يصير معي خاتم الحكم ورح أحكم كل البلاد. منيح سجنت توأمي وخدعت الأميرة، ما حد رح يوقفني ورح أوصل للي كنت عم بحلم فيه من زمان، ورح ورجي الكل إني أذكى واحد بالعالم. عمار؟ ها؟ عمار مين؟ إيه أنا طبعاً عمار، شو الموضوع؟ هاتري شوف الموضوع عندك أنت، طول اليوم قاعد بالعتمة وعم تضحك كمان مثل الأشرار، ما في شي تاني تعمله؟ شو؟ لا طبعاً عندي كتير قصص. يلا أنت روحي جهزي كرمال عرسنا الليلة يا أميرة. يلا تمام ماشي الحال. ما فيني يكون شرير بهيك ضو. ياسمين طفي الضو بسرعة. بعتذر. تمام كتير منيح. بالعتمة بيصير شكلي شرير أكتر. للأسف للدرجة دي غدار شرير. وصلنا خلاص، هو الشباك ده. عمار يا صاحبي. سجادة شو عم تعمل هون؟ إذا شافوك الحراس راح يكبوا عليك عصير كريز وراح يدعسوا عليك بصبابيطن. مش عايزك تقلق، أنا جيت مع الجماعة دول عشان ننقذك. بسرعة شوي لكان، غدار والأميرة ياسمين راح يتجوزوا الليلة. يعني عندنا فرح وسهرة وناسة في الليل. أيوة بس إحنا كيف حننقذك؟ مفتاح السجن حتلاقوه بجيب رئيس الحرس، لازم تروحوا تجيبوا هيدا المفتاح بسرعة. عندي فكرة بومباستك. لا تاخد جملتي يا عم فلافيلو. أنا فكرتي كانت عادية أصلاً وكانت معتمدة على أننا هناكل الأول. شوفوا شكلنا كيف؟ شكلنا زي المهرجين من جد. هذا لبس مهرجين، أنت عندك حق يا بابا. كلمة مهرجين دي مضحكة جداً، مهرجين. اسكتوا خالص، بصوا ده رئيس الحراس، المفتاح متعلق في وسطه دلوقتي. احنا لازم ناخد المفتاح، لكن ازاي يا جماعة؟ يعني نرقص على واحدة ونص؟ واحدة ونص كيف؟ ايوة واحدة ونص. يلا يا فلافيلو، هوب هوب هوب، هز يلا كده. يلا انا محدش يمسكني ابدا، انا اصلا جاي هز يا وز. هوب. انا نفسي اعرف كيف عقلهم بيوصلهم للافكار العجيبة هذه. فارس قاعد انت كمان هنا؟ يلا يلا يا راجل مش جايين نقعد، يلا قوم ارقص معانا. من فارس هذا؟ سيبك انت من فارس هذا يا اخ، انت ركز في الرقص معانا. يلا هز يلا هز يلا. فارس من؟ واي رقص هذا؟ اتركني يا ولد لو سمحت. ترى عيب عليك، شوف شوف الأميرة بتطالع هنا دحين، لو ما رقصت يكون عيب في حقك. لا أفهم ما علاقة هذا بذاك، عموما لنرقص دقيقتين، هيا بنا فلنرقص فلنرقص. الرجال هذا يبغى يرقص من أمس أصلا. أيوه أيوه. المفتاح طاح منه. يا ليث امسك. يلا تمام المفتاح معايا، يلا كلنا. عاوز قتله رئيس الحراس. تمام لا تقلق راح اتصرف. هنقطك هنقطك يا اخ فارس، انت واضح ما صدقت خليناك ترقص، اديله.
امشي يا فلافيلو يلا، نجته كمان وكمان يلا. كم عطيته؟ ما كانش معايا فلوس، زبطته في ورق جرايد وخلاص. هاي خلاص خلاص، بكفي مسخرة، حاجة بقى. ايوه احنا لازم نذاكر شوية. انت شو عم تقول يا زلمة؟ ولا حاجة، انا سرحت شوية. المهم لازم نتجوز هلا وبأسرع وقت. يلا تفضل حضرتك وجوزنا بسرعة. تمام تمام يا غدار يا بني. انت العروس ياسمين بنت ناريمان صحيح ام لا؟ مريح المقطع، روح على خير. ها انا الان اعلن زواجكما رسميا. هاد مستحيل. انا عمار الحقيقي يا جماعه وبعترض على هذا الزواج. ايوه يا اسد، ده عمار الحقيقي، انت باي باي خلاص من التاريخ. ها يا حارس، بكفي رقص هلا، امسك الكذاب واحبسه. اوه اسف سيدي، سامسكه حالا. من وضع هذه الورقة على رأسي؟ مش انا. شو اللي عم يصير هون؟ اميرتي اسمعي، السجادة الخيالية اللي جنبك ده مش عمار الحقيقي، ده توأمه الشرير غدار، بعني التاجر سجاد في بلده وحبس عمار الحقيقي في البرج عشان يتجوزك. انت اسكت، وانت بتصدقي هذا الكذاب؟ انا عمار الحقيقي مو هو. انا ما رح اصدقك لانك بتحب تقعد بالعتمة وهذا خلاني شك فيك. انت اكيد مالك عمار. خود يا عمار، خلي هذا الطوق معك انت لأنك أحق واحد بهذا المنصب. أبداً، أنا شو بدي بهالعقد؟ أنا بحياتي ما فكرت بهالطريقة. مزبوط، أنت فعلاً عمار الحقيقي. القوة صارت معي هلأ أخيراً، وبعد انتصار صار عقد الحاكم معي أنا. ما إلكن حق تحكوا أبداً لأني أنا الحاكم هلأ. أنت شو مفكر؟ يلي بإيدك مزيف، أنا كنت حاسة وشاكة فيك من الأول. أنت كنتي عم تسمعي ضحكتي الشريرة بالعتمة؟ مزبوط، مشان هيك قررت ألبس الطوق المزيف اليوم. يا رئيس الحراس، بكفي رقص ومسك هذا المخادع هلأ. إيش ده؟ أنت لساك بترقص يا عم؟ آسف، تعال هنا بسرعة يا مخادع يا كذاب. لا اتركوني. يا جماعة بشكركم لأنكم أنقذتوني، رجعتوني لياسمين وحنتجوز ونعيش مبسوطين. هلا اتمنوا يلي بدكم اياه. الكيدز ميل بليز. لا لا طبعا، انت نسيت احنا ليش جينا هنا. سجادة، محتاجين سجادة جديدة. سجادة؟ تمام، اختاروا السجادة اللي بتحبوها. يا مساعدين بليز عطوهن اللي بدهن اياه من اغلى سجادنا واكرموهن. ايهو نجحنا في مهمتنا. سجاده يا خياليه، عن جد من غيرك ما كنا نجحنا بشي. عيب الكلام ده، معروفه يعني ان الصديق عند المضيق. لكن كيف حنرجع بيتنا يا صديقي؟ الموضوع ده علي انا، البسوا الكلوشات يلا يلا هنمشي. انا المره دي هلبسها في راسي كده وهنطير في الهواء بوداني عادي يعني. باي باي. فارس يا صاحبي، رأس أخيرة يلا. يا أمان يا أمان يا لالالي أمان. فارس الرقص الرهيب. جوعان، ما تشوف لنا يا درغام أي سندوتشات معاك نتسلى عليها لغاية ما نوصل البحيرة. لا يا فلافيلو، حناكل السندوتشات آخر اليوم. بابا ليش حنروح نصطاد في البحيرة؟ ليش ما نصطاد زي كل مرة من على الكوبري؟ انت مو متذكر يا ليث اللي صار المرة الماضية؟ هاي بيئة، هاي هاي ايه ده؟ مسكتها. هاي سمكة كبيرة. لا 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 هاي هاي لا 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 لا. يا ليف، ما تدوقني سندويتش من اللي معاك دول، معدتي بتبكبخ. اصبر شوية على السندويشات، وبعدين الصوت هذا مو من معدتك، هذا المراكبي. ايه؟ مش معدتي ازاي بس؟ المراكبي نايم، اهدى شوية. انت اصحى يا عم المراكبي. من؟ اصحى اصحى يا مراكبي، عايز سمكة يا مراكبي، مشوية كمان يا مراكبي. دعني نائم لو سمحت. استنى يا فلافيلو دقيقة واحدة، لو سمحت كنا نبغى نأجر مركب مناسبة للصيد في البحيرة. أمامك مراكب كثيرة وحالتها ممتازة، اختر منها ما تريد. بس ما في غير مركب واحد. هو أنت لسه نايم وبتحلم؟ على العموم يلا ناخد المركب ونتحرك. الكل ينزل المركب. سأحرك المركب الآن. مستعدون؟ احذروا السقوط في الماء. هي السندوتشات دي ريحتها وحشة كده ليه؟ انتوا جبتوها منين بس يا جماعة؟ ايش؟ هذا كيس القمامة، ماما كانت تبغانا ناخده ونرميه في الصندوق، اكيد انا تخربطت واخدت الكيس الغلط. ايه؟
وانا اقول السندوتشات دي ريحتها وحشه ليه؟ شوف لي اي حاجه كلها. يا نايف اتصرف بسرعه، انا هيحصل لي هبوط وهسرق منك يا نايف. امسك نفسك بس يا عم فلافيلو، هجيب اكل من فين دحين؟ احنا في نص البحيره. ليه ده يا نايف؟ اكل ده سيب الطعم يا فلافيلو، هنصطاد بيه السمك، ما ينفع انت اللي تاكله. اه بس انا جعان دلوقتي، عايز السمك ياكل ولا لا؟ ايش شايفين اللي شايفه؟ شكله زي الشاورما، اكيد هذا ساندوتش شاورما. ايش حيجيب ساندوتش شاورما وسط البحيره؟ قاعدين نصطاد في مطعم. لو واحد جعان زيي بالظبط وطلع له ساندوتش شاورما ممكن يعمل ايه يا ترى؟ اكيد حينط في الميه وياكله بسرعه. هاي ايش سويت يا فلافيلو؟ كان من السهل اصطيادكم، ارجعوا لي ابني فورا. حسنا فهمت، احضروا لهم 3 اقنعة مما لدينا. اذا من انتم ولماذا خطفتم الامير؟ انا اسف على المقاطعة، حساب السندويش 3 دونجل مع المين. نعم طبعا، 1 2، هل لديكم نقود؟ انا معايا، خذ سندويش كان ناقص ملح وانا اصلا بحب سبايسي. راح اوصل شكوتك، مع السلامة. والان قولوا لي لما تجرأتم وخطفتم ابني؟ احنا ما نعرف اي شيء عن الموضوع هذا، احنا ما خطفنا ابنك. هل ترون هذه السنارة؟ هذه هي السنارة التي خطفت ابني، اريدكم ان تخبروني فورا من الذي خطفه. دقيقة واحدة، انا تذكرت شيء، كان في مركب صيد كبيرة عدت من جنبنا بسرعة. السنارة هذه ما هي حقتنا، لان خيط السنارة حقنا نوع مختلف تماما عنها. وتعترفون ايضا بالصيد؟ ساتصرف معكم يا حراس. بابا لا استنوا، ليش كده؟ قف مكانك، لا تتحرك خطوة اخرى، لا تقلق على ابنك، ابنك سيكون في امان، لكن عليك مساعدتي بسرعة، عليك إعادة ابني من الذين اختطفوه. ايش؟ اوه شايفين؟ انا عندي شبورة، انا مش شايفكم وانتم مش شايفيني كمان صح؟ كان علي عقابك لانك تصطاد السمك الذي يشبهني. من فضلك اسمعني، انا لسه ما اصطدت، وبعدين انا راح اساعدك عشان تنقذ ابنك، بس انت لازم تحافظ على ابني كمان. انا مش شايف، الخوذة دي شبرت مني خالص، شايفيني ولا انا بقيت شفاف خالص؟ برغام هم لبسونا لبس السمكة ده ليه؟ علشان لما الصيادين في المركب الكبيرة يصطادونا ما حد منهم يشك فينا ابدا. كلامك لذيذ جدا، بس مش فاهمه خالص بصراحة، مخي بيفكر في طاجن مسقعة باللحمة. الخطة سهلة جدا، ما في شيء خطر، حنا حنمسك السنارة وكأنهم اصطادونا، فحيسحبونا لفوق وناخد منهم الأمير سمكة ونرجعه. فلافيلو، فلافيلو فين رحت؟ يا برغام أنا بطير في المية. فلافيلو أنت مو طاير، هدول الصيادين اصطادوك بالسنارة. مسكتك، لازم نخلعهم إن إحنا السمك اللذيذ. يوهو يبدو أني أمسكت سمكة كبيرة جداً، هيا يا قبطان انظر ماذا اصطدت، سمكتين مرة واحدة، وزنهما كبير جداً، هيا بنا لنشوي هذه السمكة الكبيرة ونفطر معاً. ليه مش بيعملوا زي السمك اللي بيطلع من المية؟ طب السمك بيعمل ايه بس واحنا نعمل زيه؟ ايوه يا فلافيلو، احنا نسينا، احنا سمك وطلع من المية فلازم ننطنط بسرعة، سوي زي انا سمكة وطلعت من المية وبعمل حركات غريبة. انا سمكة جدا، سمكة مرة. ايه ده هما بيعملوا كده ليه؟ مش مهم، على الاقل عرفنا انهم سمك طازة، حطوهم في تانك المية وخليهم يرتاحوا، وبعدها بقى احنا هنوديهم على السيرك عشان يشتغلوا هناك طول عمرهم. هاي الاسماك اللي راح تبيعها للسيرك؟ انها اكبر اسماك ستبيعها في حياتك للسيرك. فين السيرك؟ مطعم السيرك عارفه، بس ده بعيد قوي. السيرك يا فلافيلو مو المطعم، السيرك لا تشيلها. انتظروا في هذا الخزان. عن نفسي حجزت الخزان بمفردي، ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ هاي أريد التحدث إلى الاستقبال. أيوة كلموا، خليهم يرجعونا مكان ما جينا. لو تسمح، مو أنت الأمير سمكة يا ابني؟ نعم، لكن كيف عرفتني؟ واضح جدا أن في تاج موجود على راسك، لا تخاف، احنا جايين ننقذك، والدك الملك ارسل. تنقذوني انا؟ بالطبع لا، انا اتيت هنا برغبتي. ايش بتقول؟ بلا مزح ويلا معانا. لن اعود ثانيه معكم، ابي يريدني الى جانبه لاكون ملكا، لكن لا، انا لدي حلم، ساكون ممثل سينما مشهور.
أنا أكون أو لا أكون؟ هذه هي المسألة يا إخوتي. إن هذا هو حلم حياتي. درغام أنا مش فاهم. أعتقد إنك موجود في المركب الغلط يا أمير. بالطبع لا، أنا متأكد من القرار الذي اتخذته. فقد اتفقت مع صاحب هذا المركب أن يوصلني إلى مدرسة التمثيل السينمائي في المدينة، وأعطيته المال وسأصبح نجما سينمائيا مشهورا. نجم مشهور قوي. شوف يا أمير، الظاهر منك عارف الحقيقة وفاهم الموضوع غلط. ماذا تقصد؟ أنا ما أبغى أضيع وقت في الكلام أكثر من كده. أكيد في باب قريب ممكن يخرجنا من هنا، فلفيلو قل له على الحقيقة وعن اللي سمعناه وإحنا نازلين. لو أنت ممثل ونجم حقيقي أنا هعمل لك شوية حركات مترقعة بالإشارة كده، وإنت عليك تفهم أنا أقصد إيه. أمس ليلاً كنت وحدك فأكلت مانجو مثلجة وبعدها ذرة وعصير ليمون، ومؤكد معدتك متعبة جداً. الكلام ده ما حصلش، هتبقى ممثل إزاي؟ أنا أكلت بطيخ مش مانجا، أكلت بطيخ. أنا عملت بداية الاتنين كده على الواسع، مش كده على الضيق خالص. في بوابة تحت المركب بس للأسف صغيرة وما حنقدر نهرب منها. أنا لا أعلم لما تريداني الهرب. فلفيلو حكالك عن إيش؟ عن البطيخة. بطيخة إيش؟ هادول حياخدوك على السيرك في مدينة بعيدة وحتشتغل هناك على طول، ما حصير نجم تمثيل ولا شيء. شيء لا يصدق. يا لها بالخسارة، أنا حزين جداً. أمثل جيداً صحيح؟ حنا ممكن نرسل لهم رسالة من البوابة هذه، بس يا ترى كيف؟ لقيتها. ها؟ إيش ده؟ ها؟ إيش الكرت هذا؟ إيش بتقول؟ درغام وفلافيل للسباكة وأعمال الصيانة. ها؟ في ملاحظة من ورا؟ انقذونا، نحن محاصرون في القارب الكبير. هل تحدث نفسك عن ماذا يا ولد؟ هذه رسالة. بابا أرسل رسالة جلالتك. هذا تاج ابني، ترى ماذا يقول؟ درغام وفلافيل للسباكة، آسف، الجهة الثانية، بيقول انقذونا من المركب الكبير. يا جلالة الملك، يا المركب يتحرك. ابني، علينا أن نلحق بهم سريعا. ولازم ننقذ بابا عن فلافيل. لو تسمع تخرجني من هنا وأنا حساعدكم. أنت محق. أيمكنك ركوب جيت سكي يا ليث؟ هذه لعبتي، أنا بطلع الأول فيها في الفيديو جيم. حسنا، نحن كلنا جاهزون، أخرجوه الآن، سنبدأ مهمة الإنقاذ. إيش ده؟ المركب بتتحرك، لو ما أنقذونا دحين حنتم نشتغل في السيرك العمر كله. لا لا لا، مستحيل. وكأن الأيام تلعب لعبتها الأزلية القاسية وتلقي بي في مفترق الحياة محطما. أيوة، خليه ينزل لنا عند مفترق الحياة دي وإحنا ناخد مواصلات. وصلنا، اطلع المركب جلالتك. تمام. أنتوا اطلعوا من الجهة الثانية. أوليف، أنتم. أبي. ابني، جميل أنني وجدتك بخير. أمسكوا هذا الحبل وأخرجوا سريعا. اثبتوا مكانكم وارفعوا أيديكم لفوق. بل ارفعوا أيديكم أنتم. أبي، شكرا لأنك أنقذتني منهم. لم أستطع أن أتركك، لكن قل لي لما تركتني وهربت. أنا آسف على كل شيء فعلته، وأعلم أنني تصرفت خطأ. كنت أعتقد أنك لن تفهمني، كنت خائفاً أن تمنعني من التمثيل كما كنت أحلم. حسناً، فهمتك، لقد كنت قاسياً عليك يا بني، وتصرفت هكذا لأني كنت خائفاً عليك. أعدك من اليوم أنني لن أقف أمامك مرة أخرى حتى لو لم تصبح الملك. ومن الآن افعل كل ما تريده وتحلم به يا فنان. شكراً والدي، وأشكركم يا أصدقائي، أنقذتموني من الخطر. من غيركم ما كنت عدت لوالدي. طبعا يا فنان. طب انا هعمل لك حركات بالاشاره، وانت لو شاطر تقول لي معناها ايه. جاب جاب بيبي لا 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 لا. انتم ابطال ونجوم حقيقيون. برافو عليك، انت عندك حق. انا جيت. ابني، طمني، انت بخير؟ اود ان اشكرك جدا يا صديقي ليث. يا درغام، انت محظوظ ان لديك ابنا ذكيا وشجاعا مثلك. ومحظوظ برضو ان عنده حد زي انا، فيل رشيق وشجاع ودمه خفيف وبيتنفس تحت الميه.